السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم مهندسة هبة سيد. أهلا وسهلا بكم في ويبينار اليوم بعنوان روتنجات التبادل الأيوني. بنرحب بالمحاضر الدكتور محمد حسن، وهو كيميائي استشاري خبرة 3 عقود بقطاع المعامل الكيماوية المركزية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، كما أنه لديه خبرة في اختبار الوقود الصلب والسائل والغاز الطبيعي، السلامة والصحة المهنية في مختبرات الكيمياء، أبحاث واختبار مواد معالجة المياه الصناعية، وإنتاج مياه المختبرات عالية النقاء. وأخيرا بقدم الشكر للمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو، المعرض الافتراضي لشركات ومنتجات المياه والطاقة، الجهة المنظمة للويبينار. بنأكد على حضراتكم ضرورة كتابة الاسم ثلاثي باللغة الإنجليزية والإيميل في الشات للحصول على شهادة حضور. اتفضل يا دكتور محمد، جاهزين عشان نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب طبعا بحضراتكم في هذا المنتدى الراقي. الحقيقة أن هذا المنتدى جمع كبير جدا من تخصصات متعددة، وفي نسبة تفاعل عالية جدا، فالواحد بيستفيد منه. طبعا أحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذا العلم النافع، ويعني أشكر هذا المنتدى وفريق العمل. الحقيقة فريق العمل يعني يعمل بدقة وإتقان وفي متابعة جيدة جدا. وطبعا نشكر الباشمهندس محمد خليفة مؤسس المنتدى. أشكر زملائي الأفاضل وأساتذتي الذين علموني والذين ساعدوني في إتمام هذا العمل. إن شاء الله بإذن الله يعني تجدوا في هذا العمل نفع للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا محمد عبد الفتاح حسن، أنا خريج علوم عين شمس قسم جيولوجيا وكيمياء سنة 89. اشتغلت في قطاع المعامل الكيماوية المركزية من شهر 2 سنة 90 لحد شهر 2 سنة 23. كان آخر كادر وظيفي ليا خبير كيميائيين في قطاع المعامل الكيماوية المركزية التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الحمد لله اشتغلت في مجال الوقود الصلب والسائل والغازي، مجال الاختبارات. اشتغلت كمسؤول سلامة وصحة مهنية، ويعني الحمد لله يعني سعدت جدا بأن آخر فترة من خدمتي كانت في المياه، سواء أبحاث واختبار مواد معالجة المياه أو إنتاج المياه المختبرات عالية النقاء. الحمد لله حاليا عندي مشروع خاص، مكتب استشاري. حاصل على ماجستير من الجامعة الأمريكية المفتوحة ودكتوراه من الجامعة الإسلامية العالمية، دراسات أدبية خاصة وليست في مجال الكيمياء. إن شاء الله بإذن الله أنا يعني مشاير رقم التليفون وهو عليه واتس والإيميل، لو في حد أي حد يحب يتواصل في أي استفسار أو سؤال أنا تحت أمره إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله هيكون الموضوعات الرئيسية النهاردة اللي هنتكلم عليها اللي تخص روتنجات التبادل الأيوني اللي هو الأيون اكستشينج ريزن. هنتعرف الأول على الروتنجات وأنواعها وإزاي إن هي بتشتغل. هنفهم يعني إيه الريجنريشن الخاص بتجديد الروتنجات، وهنشوف بعض المعادلات الخاصة بيه. أنا عارف طبعا إن معانا تخصصات مختلفة، أنا حاولت الحقيقة يعني أبسط كثير من المعلومات عشان تناسب الجميع، ولكن في بعض المعلومات فيها يعني نسبة من العمق هتناسب أكتر الكيميائيين، ومش كل الكيميائيين، حتى الكيميائيين اللي هم يعني شغالين في مجال معالجة المية أو مجال الريزن. اختبار وتقييم رتنجات التبادل الأيوني الحقيقة ده مجال نادر جدا. يعني لما تبحث عن معامل اختبار رتنجات هتلاقيها غالبا خارج الزوم بتاع العالم العربي، يمكن في رومانيا وألمانيا وأمريكا وما إلى ذلك. يعني إزاي تشتري رتنجات التبادل الأيوني؟ من خلال ان انت تعرف مواصفاتها وجودتها، ازاي تخزنها، ازاي تحافظ عليها اثناء استعمالها عشان تعيش معاك فترة طويلة، ازاي تتخلص منها لما تؤدي مهمتها بعد عدة سنوات، ممكن تعيش 15 او 20 او اكتر، 15 او 20 سنة او اكتر،
وتحتاج ان انت تتخلص منها. ازاي تتخلص منها بطريقه صحيحه؟ بعض المشكلات والامراض اللي بتعتري رتنجات التبادل الايوني لابد ان احنا نتعرف عليها، نفهم اسبابها عشان نتجنبها، وكما يقولون ان الوقايه خير من العلاج، وفي نفس الوقت لو حصلت نقدر ازاي نعالجها ان شاء الله باذن الله. الحقيقه يعني انا يعني بحس بتقارب وشبه كبير بين الرتنجات والخيل الاصيل. جودها عالي جدا، عندها قدره ان هي تشتغل يعني هارد وورك، عمرها طويل لو انت اعتنيت بيها. لو مرضت ليها علاجات بسيطه جدا، ولكنها تحتاج الى خبره في العلاج حتى لا تتلف. هنحتاج ان شاء الله بعض المعلومات التمهيديه. طبعا كما نعلم مصادر المياه متعدده، ممكن تبقى امطار، بحار، ابار، انهار، صرف. ده اللي انا هبدا بيه اللي هو السورس اوف ووتر. طيب لو انا بالنسبه بقى للاستخدام انا عايز اوصل لايه؟ وده اللي هيحدد السيستم بتاعي اللي انا هستعمله اللي هيحقق لي هذا الغرض. ما هو ما ينفعش ان انا اوصل لمياه شرب وانا مش عارف المياه اللي انا هبدا بيها ايه، وما ينفعش ابدا بميه ميه بحر مثلا وانا مش عارف الغرض اللي انا عايز اوصل له ايه. ممكن طبعا يعني نستعمل الميه في الشرب، في النظافه اللي هي الدومستيك ووتر، في الري، في الغلايات، الغلايات ميه الغلايات من المياه اللي هي بتحتاج احتياطات عاليه جدا، ولكن فيها جانب قد لا يكون شديد الاهميه اللي هو جانب الانفكشن. ده اللي بنهتم بيه اكتر في صناعه الادويه ومياه الحقن اللي هو الانجكشن. بالنسبه لملوثات الميه، اما ان تكون محتوى كيميائي واما ان تكون محتوى بيولوجي. يعني طبعا في محتويات اخرى او في ملوثات اخرى ممكن تؤثر على الميه، حتى منها درجه الحراره. درجه حراره الميه لو عليت او انخفضت لا لابد ان انا ارجع لحد الايه الاعتدال. بالنسبه للمحتوى الكيميائي، لا يمكن اعتبار المواد العالقه او الذائبه ملوثات الا لو خرجت عن المواصفات المحدده للغرض اللي انا محتاجه. وبالتالي ممكن احيانا ما نحتاجش معالجه، ممكن واحد يعني يحفر بير ويخرج منه ميه يجد ان هذه المياه صالحه للري، وبالتالي خلاص هو كده مش محتاج معالجه. طيب لو لقى فيها نسبه الحديد عاليه، لا هنا هنبدا بقى نخش ان في مشكله ومحتاجين معالجه. الميه بتحتوي على مواد سسبندد اللي هي المواد العالقه، ومواد السولفيت اللي هي المواد الذائبه، ولابد ان احنا نحدد كميتها. لو احنا هنعمل عمليه معالجه صح لابد ان احنا نحدد كميتها، عشان كده احنا بنبعت عينه من الميه، ميه السورس، نحللها الاول قبل ما نبدا نعمل بلين او خطه للمشروع اللي احنا شغالين فيه. التحديد التي اس اس اللي هي المواد العالقه او تي دي اس اللي هي المواد الذائبه، ممكن نستخدم فيه الامريكان ستاندرد اللي هو مكتوب قدام حضراتكم ده، اللي هو بيوصف الميه اللي هي بيوصف التوتال ديسولفد سوليدز والتوتال سسبندد سوليدز. المواد الدايبه قد تكون صلبه او سائله او غازيه. يبقى التجربه اللي انا هعملها عشان احصل على المواد الذائبه الكليه هحصل على المواد الصلبه فقط، مش هحصل على المواد السائله الذائبه ولا هحصل على المواد الغازيه الذائبه. دي ليها طريقه قياس تانية. بالنسبه للمواد الصلبه الذائبه ممكن تكون متأينه او غير متأينه، وبالتالي لما انا حاجه اتكلم على التي دي اس لازم افهم انا بقيس ايه عشان ما افاجئش ان في مشكله تانية في الميه وانا مش عارف اعالجها. الاجهزه اللي بتستخدم لقياس التي دي اس الحقيقه اجهزه رفلي جدا، يعني هي بتقيس قياس الى حد كبير قياس عشوائي. هي تصلح للمقارنه، يعني ممكن استعملها للمقارنه اشوف انا قبل ما ادخل الميه وبعد ما خرجت الميه اقيس التي دي اس، هلاقيه بينزل، هطمن، هلاقيه زي ما هو، لا هقلق او يعني هحس ان في مشكله. طيب ايه مشكله الـ الاجهزه دي؟ اولا هي بتقيس توصيل كهربي وبتضرب في فاكتور بتحوله لتي دي اس. طيب لما تضرب في الفاكتور ده
أكيد الفاكتور هيختلف من مية البحر لمية الآبار لمية الأمطار، وبالتالي في رفلي في نسبة خطأ كبيرة جدا في القياس. ملاحظة أخرى اللي هي المؤاخذة اللي قبل الأخيرة في النقطة دي، يجب عدم الخلط بين قياس التي اس اس وقياس التربيديتي، ده موضوع وده موضوع، وإن كان كلاهما بيعبر إلى حد ما عن الآخر. لو إحنا اتكلمنا عن التوتال سسبندد مش هيخش فيها الديسولفد، ولكن التربيديتي بتتأثر بالمواد الذائبة. يعني أنا لو جبت لتر مية ودوبت فيه 10 جرام ملح غير لما ادوب فيه 20 جرام ملح اللي هو كلوريد الصوديوم، التربيديتي هتعلى ولكن التي اس اس مش هتعلى، مش هتفرق. طيب لو شفنا الجدول اللي موجود تحت هنا عندنا، خلي بالك العلامات اللي انا عاملها بالاحمر دي ليها معنى كبير قوي. الملي جرام بير ليتر تعني بي بي ام، الام هنا تعني مليون، المايكرو جرام بير ليتر تعني بي بي بي، البي هنا تعني بليون، يعني مليون، 1000 مليون. البي بي تي بقى معناها ايه؟ لان انا فوجئت للاسف ان في اجهزه موجوده والناس بتقيس بيها ومكتوب فيها النتيجه بي بي تي. البي بي تي دي ولا انا ولا انت نقدر نحددها غير اذا قرينا الكتالوج بتاع الجهاز. البي بي تي دي كلمه التي دي ممكن تعني دي بارت بير ايه؟ بارت بير 1000 ولا بارت بير تريليون؟ اكيد في فرق كبير. في ملاحظة تانية برضو، لو أنا بقيس التوصيل الكهربي للمية، الام السمول غير الام الكابيتال، الام السمول بتعني ملي اوم، ملي اوم، الملي واحد على 1000 من الاوم. طيب لو أنا اتكلمت على الام الكابيتال تعني ميجا اوم، الام هنا تعني ميجا، يعني تعني مليون اوم. وبالتالي لابد لما اجي استعمل اي جهاز عشان اعمل عمليه قياس بيه اقرا الكتالوج كويس، اعرف الوحدات اللي خارجه بيها النتيجه، اعرف احول الوحدات، افهم ما تدولها. نقطه تانية، بالنسبه لكلوريد الصوديوم مثلا، لو احنا حطيناه في الميه بيدوب بيتحول الى ايونات، ايونات صوديوم وايونات كلورايد. طيب بالنسبه للشوجر السكر ما بيتحولش الى ايونات، دي مدلول او معنى ان في عندي ماده متأينه لما بتدوب وماده غير متأينه، لان ده هيفرق معانا لما نيجي نعمل عمليات معالجه، سواء استعملت اغشيه زي الار او او استعملت ريزن، هفهم ايه الحاجات اللي ممكن الغشاء يحجزها او لا، وهفهم ايه الحاجات اللي ممكن الريزن يحجزها او لا، وبالتالي اقدر اعرف وانا بصمم السيستم استعمل اي طريقه عشان القياس عشان المعالجه. في عندي بعد المحتوى الكيميائي المحتوى البيولوجي، طبعا له اهميه شديده جدا في ميه الشرب، له اهميه يعني اقل شويه في الدوميستيك ووتر في الاستعمال المنزلي، ممكن يكون له اهميه قليله الى حد كبير لو انا استعملتها في الزراعه، لو انا استعملت الميه عندي في الزراعه، مش ههتم الى حد كبير بالمحتوى البيولوجي الا لو كان في كائنات حيه تؤثر على المواد اللي انا بزرعها. وبالتالي تحديد المحتوى البيولوجي الضار يعتمد على نوعيه الاستخدام. هل انا ممكن احتاج ان انا اعرف المحتوى البيولوجي للميه اللي انا بستعملها في الصناعه؟ ليه؟ لان المايه دي بتخش على سيستم وبتقعد فيه فترات طويله وبيحصل لها ريسايكل والسيستم مغلق، وبالتالي ممكن هذه الكائنات اذا دخلت الى السيستم تدمره لي تماما او تدمر لي الماتيريال اللي انا بستعملها في عمليه المعالجه. وزي ما هنشوف بعد قليل ان شاء الله ازاي ان ممكن المحتوى البيولوجي ياثر بشده على رتنجات التبادل الايوني. لابد ايضا ان انا اعرف صور الكربون في الميه. التي سي التوتال كربون تعني التوتال ان اورجانيك والتوتال اورجانيك. طيب التوتال اورجانيك ده معناه ايه؟ التوتال اورجانيك ده هل يعني الملوثات الحيويه البايو، ولا يعني ان لو موجود عندي احماض امينيه او موجود عندي زيوت بتخش فيه؟ تعني
كل المواد الاورجانيك اللي موجوده في الميه، لان بنتكلم على التوتال اورجانيك، وبالتالي بيخش فيه اي اخماض عضويه، بيخش فيه اي زيوت، بيخش فيه اي دهون. انا بتكلم على التوتال اورجانيك. طيب التوتال اورجانيك ده لو احنا رجعنا للستاندر الامريكي، معلش انا بستعمل الستاندر الامريكي لان الحقيقه يعني متعود دايما اغلب شغلي منه. يعني لو الستاندر الامريكي اللي احنا كاتبين رقمه قدام حضراتكم ده، لو انا استعملته واصف كل مسمى من مسميات الكربون عشان اعرف لما انا اجيب جهاز واقيس، او لما ابعت العينه بتاعتي تروح معمل تتحلل واخد نتيجتها، اقرا النتيجه اعرف ان انا اقراها صح ما اقراهاش غلط، ادخل فيها حاجات المفروض ما تخشش فيها او اخرج منها حاجات المفروض تخش فيها. ده مثال لعمليات معالجه بتتم في اربع بلاد، دي دراسه مقارنه. الدراسه كلها مكتوبه عندكم تحت، هي معموله سنه 2000 او منشوره سنه 2021 يعني قريبه، بتتكلم عن البروسيسز اللي بتتم للميه سواء التقليديه او الغير تقليديه. طب ايه اللي يهمنا في الموضوع ده؟ لما هاجي اعمل ديزاين للسيستم، ده الكلام ده هنا بتتكلم على الدوميستيك ووتر، لما هاجي اعمل ديزاين للسيستم له اكتر من ديزاين، بتفرق على حسب الميه اللي داخله ومواصفات الميه المطلوبه اللي خارجه والاشتراطات الموجوده في البلد اللي انا شغال فيها وامكانياتي الماديه والفلو اللي انا عايزه، وبالتالي مش اي سيستم ينفع ان انا اشتغل بيه واعمل عمليه معالجه. بالنسبه لمراحل معالجه الميه، في معالجه اوليه ودي هتهمنا جدا، لان احنا لو ما عملناش معالجه اوليه جيده هنجهد الريزن اللي احنا بنتكلم عليه وهنتسبب له في امراض، هنجهد الار او الاغشيه بتاعت الار او اللي انا بستعملها. اي سيستم معالجه هيتضر جدا لو انا ما عملتش معالجه اوليه جيده. المعالجه الاوليه تشمل مرحلتين اساسيتين، المرحله الاولى مرحله الترويق الكلاريفيكيشن، ومرحله الترشيح. في مرحلة ثالثة اللي هي بعيدة أو مش تبع المعالجة الأولية، اللي هي المعالجة المتخصصة. أبدأ أعمل عملية تعقيم بوسائل مختلفة، ترشيح بأدوات مختلفة، عملية نزع أملاح. زي ما حضراتكم شايفين في الثلاث صور اللي تحت، يعني صفاء السماء في الصورة الأولى ضعيف، الدنيا بدأت تتضح إلى حد ما لما بدأت الطيور اللي موجودة تتجمع وتتكتل، لما عملت فلوك، لما عملت يعني هذا التجمع صفت السماء. نفس الحكاية، ده تشبيه قريب جدا من اللي بيحصل في عملية الترويق. أنا بيبقى عندي المادة السسبندد منتشرة في المية معلقة، بقدر إن أنا أجمعها كخطوة أولى، الخطوة الثانية بعمل لها عملية ترسيب، والكلام ده بيتم باستعمال سواء كو اجولانت او كو اجولانت ايد. الكو اجولانت ايد ملوش اي استعمال او اي فايده الا كمساعد للكو اجولانت، لو استعملته لوحده لن يضيف اي جديد للمياه. طيب المواد دي عشان اضيفها انا محتاج اعرف نسبها، وعشان اعرف نسبها لازم احلل الميه بتاعتي باستعمال الجار تيست اللي هي تجربة الكؤوس، ودي ليها أجهزة متعددة ووسائل، في حاجات طبعا فاين وحاجات جيدة. اللي اشتغل في هذه التجربة يقدر قيمة الجهاز اللي بيقوم بهذا الدور، ولكن في تنبيه شديد الخطورة، لابد أن أجري هذه التجربة ليس على المادة فقط بل على الماء اللي أنا هدخله عشان أعمل له عملية معالجة. ليه؟ لو انا وديت الماده دي المعمل عشان يحدد لي الجرعه، انا لم استفد اي شيء، هيحط ميه من عنده، انما انا عايز احدد الجرعه المناسبه للميه اللي موجوده عندي على حسب السورس اللي موجود عندي. طبعا انا لو بتكلم بقى على ميه صرف صناعي او صرف صحي، ده موضوع تاني خالص. يعني بالنسبه للفلتريشن له ميديا مختلفه، الجرافل والساند والكربون، بس انا عايز انبه ان الانثراسايت اقرب ما يكون الى السند، ملوش اي علاقه بالاكتيفيتد كربون. الاكتيفيتد كربون ده له دور خطير جدا هنشوفه بعد شويه ان شاء الله، انما الانثراسايت فقط بيعمل عمليه فلتريشن فيزيكال.
انما الاكتيفيتد كربون بيشيل اللون، بيشيل الطعم، بيشيل الرائحه، بيشيل الغازات الذائبه، بيشيل كثير من الملوثات البيولوجيه. ويعني يمكن لو قربنا المثال شويه نشوف يعني شكل الجوهره اللي قدام حضراتكم دي. هذه الجوهره تركيبها 100% كربون، حصل له كريستاليزيشن بالضغط والحراره. طبعا يعني ده لابد ان احنا نفرق يعني من خلاله بين الانثراسايت رغم ان هو كربون وبين الاكتيفيتد كربون. بالنسبه للترشيح عندي انواع مختلفه من الاغشيه بستخدمها في الترشيح. كل غشاء له سايز معين يقدر يحجزه، وله نوعيه ملوثات معينه برضو يقدر ان هو يعمل كنترول عليها، ولو ضغط مطلوب لإتمام عملية الترشيح عشان إن أنا أحصل على الفلو أو النتيجة اللي أنا عايزها. سواء لو اتكلمت على المايكرو فلتريشن، الألترا فلتريشن، النانو فلتريشن، الار او. الشكل ده بيوضح لي كل واحد من الأغشية الأربعة اللي فاتوا في الشيت اللي فاتت، كل واحد بيقدر يحجز بارتكل سايز قد ايه، الرينج بتاعه من الى اهو، وكل واحد بيقدر يحجز نوعيه ملوثات ايه، وبالتالي اقدر ان انا اختار نوعيه الفلتر المناسب بالنسبه لي. طبعا لو حد مهندس بيعمل ديزاين هيبقى فاهم هو بيعمل ايه وهيختار صح. لو حد بيختار عشوائي هيكلف نفسه وهيجيب فلتر ويقول لا ده الفلتر ما اداش الدور، او هجيب فلتر اعلى يحقق له اعلى بكتير جدا من المطلوب وبالتالي يبقى كلف نفسه من غير داعي. بالنسبه للديس انفكشن عندي ثلاث طرق اساسيه، طبعا في طرق ثانيه ولكن في ثلاث طرق اساسيه. اما ان انا استعمل الحراره سواء بالغليان او البسترة اللي هو التسخين والتبريد الفجائي. الاكسده اشهر مواده الكلور، ويعني المحاضره بتاعت امبارح يعني استمتعنا حقيقه بالكلام الجميل اللي اتكلم فيه على الديس انفكشن باستعمال الكلور. ولازم افرق بين الكلورايد والكلورين، الكلورين هو اللي بيعمل ديس انفكشن انما الكلورايد ما بيعملش ديس انفكشن. طبعا انا بقول الكلام ده المتخصص فاهم، انما لو حد جديد في المجال او بياخد تدريب عشان يخش المجال هيبقى محتاج ان هو يفرق كويس جدا بين الكلورايد والكلورين. برضو ممكن اعمل اوكسيديشن بالاوزون. هدف الحراره او الاكسده او الاشعاع ان انا اقضي على الكائنات الحيه الدقيقه. طيب بالنسبه للاشعاع يعني اشهر الطرق الالترا فايلوت، بختار اي طريقه ده على حسب برضو تصميم السيستم اللي عندي، انا محتاج فلو قد ايه، محتاج كميه نقاء قد ايه. بندي هنا مثال لسيستم بتاع ار او، بديه لسبب عايز ابين ان قبل ما اخش على اغشيه الار او، ادي اغشيه الار او قدامي اهي، بعمل بري تريتمنت باكسديشن الاول وبعد كده بفلتر ميديا اهي وبعد كده بكربون فلتر. الفلتر الاكسديشن طبعا هدفه قتل الكائنات الحية الدقيقة. الفلتر ميديا هدفه ان هو يعمل فلتريشن عشان اخفف كتير عن العمل اللي هيقوم به الاغشية بتاعت الار او. الكربون فلتر الحقيقة له اكثر من وظيفة، منها الوظيفة المعتادة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هو بيحجز اللون والطعم والرائحة وكثير من الملوثات البايو. ولكن دوره هنا خطير جدا ان هو اي ريزيدوال من الماده اللي انا استعملتها في الاكسديشن بيحجزها، وبالتالي ما يحصليش اكسديشن للاغشيه بتاعه الار او وتعيش معايا فتره طويله. نموذج ثاني من سيستم معالجه، كل دي تصميمات لسيستم معالجه. نموذج ثاني، نموذج استعمل هنا الكلاريفاير اللي هي الترويق وبعد كده الساند فلتر الترشيح. لو المحتوى من الاملاح الذائبه من الميه مناسب زي مثلا ميه النيل، انا يكفيني الخطوتين دول وهقدر اخش على مرحله الكلورينيشن عشان اعمل ديس انفكشن وابدا استعمل ميه في الشرب. انما انا لو هستعملها
ميه صناعيه، هضطر ان انا اخش بقى في عمليه معالجه متطوره شويه، هخش على سيستم نزع املاح، وده نموذج للسيستم الكاتايون اكستشينج، وبعد كده الديجازيفاير هنفهم وظيفه كل واحد بعد شويه ان شاء الله، وبعد كده الانايون اكستشينج، وبعد كده الميكسد بيت، بقدر ان انا احصل في النهايه على الميه الالترا بيور اللي انا عايزها. طبعا ممكن حد يسالني احنا ليه ما استعملناش الميه اللي انا عملت لها كلورينيشن ودخلتها هنا على الريزن، لان هي هتؤدي الى تحلل الريزن، بتعمل ديجريديشن في الريزن، وبالتالي انا ما ينفعش ان انا ادخل عليه ميه فيها اكسسيف كلور او اكسسيف اكسجين، وبالتالي المفروض ان انا لو هعمل كده، لو انا هحتاج ان انا اعمل ديس انفكشن، في بعض الانظمه في التصميم بتاعها بيعمل ديس انفكشن الاول، هحتاج ان انا اعمل كربون فلتر عشان احجز اي ريزيدوال كلورين او اي ريزيدوال اكسجين ما يخشيش على الريزن يعمل لي فيه مشكله. دي نماذج اخرى من التصميمات. هنبدا باسهل تصميم اللي هو التصميم رقم 2 اللي عندي هنا. التصميم رقم 2 الرو ووتر بدخلها على ساند فلتر، وبعدين كاتايون وانايون وميكسد بيت باخد منها ديمي ووتر. ده السيستم ده ينفع لو انا محتاج فلو بسيط، مش محتاج فلو عالي. طيب لو انا محتاج فلو اعلى شويه، السيستم بتاعي يعني محتاج فلو اعلى شويه، او عندي كميه الاملاح الذائبه اللي موجوده في الميه عاليه شويه، هنبدا هنا في الديزاين رقم 3، الميه اللي داخله هنا اهي، وجايب لي الاملاح اللي هي موجوده في الميه اللي عندي. هتخش الاول على الكاتايون، تابع الخط الازرق، هتخش الاول على السترونج كاتايون، ما قلتش الويك، لسه هنخش هنفهم قيمه الويك كاتايون والويك الاين. هخش على السترونج كاتايون، اخرج منه عدي جازيفاير. لو تشوف الفرق بين الميه اللي داخله الدي جازيفاير والميه اللي خارجه منه، هتلاقي ان هو منقص منه غير حمض الكربونيك. الكربونيك اسيد ده ممكن ازيله بعمليه فيزيكال، ان انا ادفع هواء واعمل خلخله، اطرد ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي ما اجهدش السترونج انايون اللي انا داخل عليه بالميه. طيب هخش على السترونج انايون، هخرج منه بميه مواصفاتها جيده، ولكن لو انا محتاج ميه ارقى، ميه الترا بيور مواصفات عاليه جدا، لازم هستعمل ميكسد بيت عشان اضمن ان تقريبا عندي زيرو سيليكا. السيستم رقم واحد ده هو يعني اكتر سيستم فيهم، ولكنه اكبر واحد بيدي فلو، اكبر واحد فيه كومبوننت مختلفه. لو شفت اول كومبوننت رقم واحد هنا عندي الاكتيفيتد كربون عشان يعمل تنقيه الاول للرو ووتر قبل ما تخش على الويك كاتايون. الويك كاتايون بيسبق السترونج كاتايون. طب ليه يسبقه؟ لان هو الكباستي بتاعته عاليه، هيشيل لي كميه كبيره جدا من الكاتايونز، ولكن ما بيقدرش يشيل كل الكاتايونز، هيهرب منه حاجات اللي هي الحاجات اللي بتحتاج سترونج كاتايون، وبالتالي انا بخف الحمل عن السترونج كاتايون. بعد السترونج كاتايون عندي هنا دي جازيفاير اللي انا يعني اتخلص من خلاله من الغازات الذائبه، وعلى راسها الكربون دايوكسيد اللي هو موجود في حمض الكربونيك اللي هو بيتحلل لميه وثاني اكسيد الكربون، فبتخلص منه بيستنى عندي الميه. طيب بيخش بعد كده على الويك انايون، وبعد كده بيخش على السترونج انايون. نفس الطريقه الويك انايون بتريح السترونج انايون. بخش بعد كده بعمل بولشنج بالميكسد بيت، وباخرج من الميكسد بيت بقدر احصل على ديمي ووتر. زي ما حضراتكم شايفين دي هنا مواصفه افتراضيه لميه منزوعه الاملاح، بشوف فيها ايه؟ ببص فيها على ايه؟ بشوف اول حاجه البي اتش، ببص على التوتال هاردنس، التوتال كلورايد، التوصيل الكهربي، المقاومه الكهربيه، التي دي اس، التي اس اس، التربيديتي، وهكذا بطمن لمواصفات الميه. وارد ان نوعيه الصناعه
اللي انا شغال فيها، لو انا مثلا شغال في النسيج، شغال في الاغذيه، شغال في المشروبات، بيديني مواصفه ادخل الميه بيها، انا مش محتاج ان انا احقق اعلى من المواصفه دي، وما ينفعش احقق اقل منها، وبالتالي انا لازم اشوف المواصفه اللي داخله عندي واصمم السيستم بناء عليها، واطمن جيدا ان انا السيستم بتاعي بيحقق الغرض اللي انا يعني صممته عشانه. دي مواصفه تانية، بس دي مواصفه ستاندر للالترا بيور ووتر، دي المواصفه بتاعت الاي اس تي ام، هنشوف رقمه دلوقتي ونشوف تفاصيلها، ودي مواصفه بتاعت الايزو، هنشوف برضو رقمه ونشوف تفاصيلها. الاي اس تي ام مقسم الالترا بيور ووتر اللي هي بتستعمل في الريجنت، حتى هي العنوان بتاع البروسيدور بتاعه الريجنت ووتر، مقسمها لاربعه طيب، وكل طيب مقسمه لمجموعه جريدز. الايزو مقسم الريجنت ووتر لثلاثه بس. كل دي مواصفات تفصيليه، انا بقولها ليه؟ بقولها عشان نفهم ان في فرق بين اشكال المواصفات اللي انا بتعامل معاها، وبالتالي في فرق بين اشكال الميه اللي انا عايز احصل عليها. زي ما انت شايف هنا مثلا التايب 1 في الاي اس تي ام، مشترط ان الميه اللي خارجه تكون توصيلها اقل من 0.055 مايكرو سيمنز، دي حاجه الحقيقه صعبه شويه، عشان تحققها محتاج تبذل مجهود عادي، ولكن لو التجربه تشترط منك الكلام ده انت لابد ان انت تلتزم بيها. وطبعا نوعيه الميه دي بتنتج بتحتاج احتياطات خاصه في الحفظ وفي التداول، لاني مجرد ما فتحت الوعاء اللي انا يعني جايب فيه الميه الالترا بيور بتتغير مواصفاتها، هنفهم برضو بعد قليل ان شاء الله ليه. ادي التفاصيل بتاعت المواصفه بتاعت الاي اس تي ام، ادي التايبس بتاعت الميه اللي هو مقسمها، ودي الجريدز، كل طيب مقسمه لمجموعه جريدز، ادي طيب 2 3 ادي الرابع، وكل طيب مقسمه لاربعه جريدز، وجايب بقى تفاصيل بتاعت كل واحد لو انا هحتاج التزم ليه. وانت شغال حضرتك بالتجربه والتجربه طالبه منك نوعيه ميه معينه، او لو حضرتك شغال في الانتاج والانتاج طلب منك نوعيه ميه معينه، بيقول لك النوعيه دي موصوفه في الاي اس تي ام، موصوفه في الاي اس تي ام رقم كذا لسنه كذا، وبالتالي انت بتقدر تحدد كل المواصفات اللي موجوده في الميه من غير ما هو يقول لك كل التفاصيل. في تنبيهين مهمين جدا بالنسبه للميه الالترا بيور، اولا ما ينفعش اولا ما ينفعش ان حضرتك تقيس البي اتش للميه الالترا بيور بتاعت الطيب واحد واثنين وثلاثه، وده كلام الاي اس تي ام. يعني لما حضرتك تجيب الميه تاخد الميه الطيب 2 وتقول لي انا قست فيها البي اتش، هقول لك اكيد النتيجه غلط من غير ما اعرف النتيجه ايه، حتى لو طلعت معاك سبعه، هي نظريا سبعه والمفروض تكون سبعه تمام، ولكن ما ينفعش قياسها لان توصيلها ضعيف جدا، والجمله اللي منقوله تحت دي متاخده من اس تي ام طبق الاصل، ده كوبي وبيست. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الطيب 4 انا هقيس فيه، هو مديني فرايتي، مديني سماحيه ان انا البي اتش يطلع معايا من 5 ل 8، وبالتالي انا ما عنديش مشكله لو البي اتش طلع معايا 7.5، ما عنديش مشكله لو البي اتش معايا طلع 6 او 6.5، ده مطابق لمواصفات الطيب 4 بناء على المواصفه الاي اس تي ام اللي هي 1193. التنبيه الثاني والاخير، لما اجي اقيس التوصيل في الميه الالترا بيور، الميه الالترا بيور بتمتص الغازات الزائبه من الهواء بسرعه شديده جدا، كما نعلم ان الهواء يحتوي على ثاني اكسيد الكربون. حضرتك لو حطيت البروب بتاع، ادي البروب اهو قدامنا اهو، لو حطيت البروب بتاع قياس التوصيل الكهربي في الميه الالترا بيور وهي لسه طالعه من وحده الانتاج بتاعتك، هتلاقي المؤشر بدا يعد،
ليه هو عمال يمتص ثاني اكسيد الكربون من الهواء لحد ما يعمل ايكوليبريم بين ضغط غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء وبين ثاني اكسيد الكربون اللي دايب في الميه اللي هو هيديني كربونيك اسيد اللي هو هيعمل لي عمليه توصيل كهربي. دي حاجه. طيب اتغلب عليها ازاي؟ اتغلب على المشكله دي ازاي؟ في شرطين لقياس التوصيل الكهربي في الميه الالترا بيور. الشرط الاولاني ان هي ان الميه لا تتعرض للهواء. الشرط الثاني اللي هي ان تكون اندر فلو، يعني لازم يكون في ستريم، يكون في تيار ميه، وبالتالي السل اللي حضرتك شايفها دي بتوفر عليك ان انت تقيس غلط، بتوفر لك الشرطين، الشرط الاولاني ان هي مقفوله، الشرط الثاني ان هي بتعمل فلو وبالتالي بتدخل الميه من اتجاه وتخرجها في اتجاه ثاني، بتقدر تقيس بالظبط التوصيل الكهربي للميه الالترا بيور. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ بعض الناس بيسالوا انا شغال في الوحده صح والريزن عندي تمام وكل شيء مظبوط، ولكن كل ما اجي اقيس التوصيل الكهربي مش عايز يحقق النتيجه ابدا. لو انت عندك السنسور بتاع التوصيل الكهربي اونلاين انت هتقيس صح ان شاء الله لان متوفر جواه الشرطين دول. طب لو انت بتاخد عينه وتقيسها بره، لا اكيد هيختلف، وبالتالي انت عندك غلط في طريقه القياس مش عندك غلط في الانتاج بتاعك. دي المواصفه بتاعت الايزو وده رقمها ودي اشتراطاتها، مفيش داعي يعني نضيع وقت فيها. هنبدا نخش اكتر على موضوع الايون اكستشينج ريزن عشان ننتج الميه الالترا بيور. في ثلاث طرق مشهوره للحصول على الميه الالترا بيور. الطريقه الاولى اللي هو ديستليشن، ده بيحتاج تسخين ودي طريقه مكلفه ولكن بعض الناس بتستعملها، حتى يعني في بعض الاجهزه في المعامل اللي هي بناء عليها المعمل بيستعمل الايجنت ووتر بتعتمد على هذه الفكره، اما كبريت تريتمنت قبل ما يدخله على بوليشر، واما هو بيكتفي بهذه الخطوه لو هو مش محتاج اكتر من كده. في طبعا طريقه الار او وهنفهم دلوقتي يعني الار او مميزاته وطريقه الريزن الايون اكستشينج ريزن. طبعا الار او بيحجز لي فيروسات وبيحجز لي يعني محتوى حيوي عالي، ولكن مشكلته في تكلفه التصميم، مشكلته ان انا لو مش محتاجه ضروري لا يبقى الجا لسيستم اخر، مشكلته ايضا في تكلفه الصيانه ان انا محتاج اجدده كل قد ايه. يعني لك ان تعلم ان الايون اكستشينج ريزن ممكن يعيش معاك يعني بحد ادنى 8 سنوات وعندك انواع من الريزن بتعيش 15 و20 و25 سنه بحاله جيده جدا لو انت راعيتها مراعاه جيده. طيب الايون اكستشينج ريزن ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من بوليمر. البوليمر ده مش بوليمر واحد بس، ده نوعين من البوليمر، او بوليمر هنشوفهم دلوقتي ان شاء الله باذن الله. لحد دلوقتي لو انا عملت الكو بوليمر ده انا لم احصل على ايون اكستشينج ريزن، انا حصلت على ريزن فقط. طيب انا عايز اعمل ايون اكستشينج، ببدا احمل مجموعات فعاله على الريزن على الشبكه بتاعته، هذه المجموعات بتقدر تعمل استبدال للايونات وبالتالي اقدر ان انا احقق الهدف اللي انا عايزه ان انا اخد الايونات من الميه واديها هيدروجين ومجموعات هيدروكسيل. الهيدروجين والهيدروكسيل هيكونوا ميه، يبقى انا نقيت الميه تنقيه تام. ادي عند حضرتك المكون الاساسي اللي هو مكتوب عليه رقم واحد اللي انا بقى اشير عليه بالسهم ده. المكون الاساسي للبوليمر اللي هو البولي ستايرين، ده اشهر واحد. في عندنا البولي اكريليك، وده الفرق بينه وبين البولي ستايرين ان البولي اكريليك بيستعمل اكتر في الكيليت ريزن اللي هو اللي بيسموه المخلبي المخصص لاصطياد بعض انواع الكاتايونز، انما الصوره الاكثر شيوعا واللي بتحقق يعني عملية تنقية أعلى
البيز بتاعها بولي ستايرين، بيستعمل مع البولي ستايرين زي ما حضرتك شايف كده، السلسله اللي قدام حضرتك دي كلها بولي ستايرين، تمام كده. ببدا مع البولي ستايرين ادخل معاه نسبه داي فينايل بنزين، عشان كده بسميه كو بوليمر. الداي فينايل بنزين دي هي اللي بتعمل الكروس لينك زي ما حضرتك شايف، دي كروس لينك اهي، والكروس لينك بيبقى 3 دايمنشن في الثلاث اتجاهات. الاسهم الصفراء اللي قدام حضرتك دي اسهم بتشير الى الكروس لينك، وبالتالي بيبقى كل ده اصبح عندي الكو بوليمر اللي هو مكون من بولي ستايرين داي فينايل بنزين اللي هو بيمثل الباك بون او الماتريكس بتاع الريزن بتاعي. طيب انا كل ده لسه عندي ريزن فقط، ما عنديش ايون اكستشينج ريزن، انا عايزه يبقى ايون اكستشينج، هبدا احمل عليه مجموعات فعاله. ادي عندي السترونج اسيد عباره عن مجموعه سترونج اسيد، عشان كده هو اتسمى سترونج اسيد، تمام. وبيعمل استبدال بالهيدروجين، بيدي هيدروجين للميه وياخد منها كاتايون بداله على حسب التكافؤ بتاعه. لو التكافؤ ثنائي بيدي 2 هيدروجين وياخد واحده كالسيوم، واحده كالسيوم مثلا، او بيدي واحده هيدروجين وياخد واحده صوديوم. طيب ده سترونج اسيد كاتايون، فهمنا ليه هو اتسمى، وفهمنا ايه المجموعه الفعاله اللي عليه. طيب ده الويك اسيد، ادي الريزن اللي هو بيشار له بالار، وادي المجموعه الفعاله اللي اتحملت عليه مجموعه سي او او اتش، مجموعه حمض كربوكسيليك، وادي الجزء اللي بيتم استبداله فيها. سواء استبداله هنشوف دلوقتي ان شاء الله المعادلات في عمليه المعالجه او في عمليه التنشيط. بالنسبه للويك انايون، الويك انايون عباره عن تيرشري امين ثلاثي، امين ثلاثي، وبالتالي هو مش واخد شارج، مش واخد بوزيتيف شارج، ووظيفته ان هو يعمل ادزوربشن، ما يعملش اكستشينج. وظيفته، ركز في الحته دي عشان حضرتك لو انت بتختبر او بتقرا مواصفه تبقى عارف ايه وظيفه الويك بيز انايون. الويك بيز انايون بيعمل ادزوربشن للسترونج اسيد، مش كمان لكل الاسيدز، وما بيعملش تبادل ايوني، وبالتالي هو ما عليهوش مجموعات فعاله. طب امال ايه الميه اللي حاططها جنبه دي؟ هنفهم بعد شويه. ده جزيء ميه اهو. طيب الكواترناري امين اللي هو الامين الرباعي، زي ما احنا شايفين عنده 4 روابط مش 3. النيتروجين المفروض له 3 روابط، يعني لما احنا بنشوفها في صوره غاز النشاط اللي هو NH3، لا هنا دخل له 4 روابط. طب الرابط الرابع ده تسبب في وجود بوزيتيف شارج موجوده عليه. البوزيتيف شارج دي بيخلي فيه امكانيه ان هو يشيل نيجاتيف شارج جروب اللي هي مجموعه الاو اتش، دي هي اللي بتعمل استبدال. الفرق الاساسي بين النوع الاول والنوع الثاني من السترونج بيز لازم حضرتك تاخد بالك منه كويس، لان ده هيفرق معاك وانت بتختار نوع الريزن اللي انت بتستعمله. زي ما حضرتك شايف ان ذره النيتروجين هنا معاها، فاحنا بنتكلم على رقم 6، معاها الريزن اهو، وحواليها 3 مجموعات القايل، تمام كده. لا هنا بقى في النوع الثاني من السترونج بيز، بدل مجموعه الالكايل هنا عندي مجموعه كحول C2H5OH، ولكن عشان يعمل الربطه مع النيتروجين بشيل هيدروجينه واربطه مع النيتروجين، وبالتالي الربطه دي بتكون هي اضعف، الربطه دي بتكون هي اضعف ربطه ممكن يحصل فيها كسر. فهمنا يعني بصوره اساسيه
الفرق بين السترونج اسيد والويك اسيد والويك بيز والسترونج بيز تايب 1 وتايب 2. هنا الرسم ده جميل، بيوريني ادي السلسله بتاعت البوليمر، وادي الكروس لينك موجود هنا، الكروس لينك موجود هنا اهو، وهو بيشير هنا للربطه بتاعت الكروس لينك. هنا محمل عليه المجموعات الفعاله، عشان كده لو حضرتك بصيت تحت في العنوان هتلاقي ان ده سترونج اسيد كاتايون. المجموعه دي عباره عن مجموعه اتش اس او 3 وهي سترونج اسيد اهو، الاربع مجموعات متحملين عليهم. الصوره رقم 2 السهم هنا بيشير للكروس لينك اللي هو بتاع الداي فينايل بنزين. انا نسيت اقول حاجه، ان الداي فينايل بنزين انا بزود كميته وانا بصنع الراتنج، طبعا ده يعني حاجه يهتم بيها مصانع الراتنج، ودي حاجه حساسه جدا الحقيقه ومتطوره جدا. كل ما زود الداي فينايل بنزين كل ما بزود الكروس لينك. طب ده مفيد ولا مضر؟ له جوانب ادفانتج وله جوانب ديس ادفانتج، وبالتالي لازم اعرف كميه الكروس لينك اللي موجود عشان اقدر اعرف مميزات الريزن اللي عندي. كل ما هيزيد الكروس لينك كل ما هيكون الريزن اكثر مقاومه للصدمات، الصدمات الايه؟ الميكانيكال، ولكن اقل قدره على امتصاص الماء، وبالتالي لما يجي يعمل امتصاص للسوائل عشان يجي يعمل ايون اكستشينج هيبقى اضعف قليلا من اللي الكروس لينك فيه قليله. طيب هنبص هنا على الـ رقم 2، رقم 2 ده جايب سترونج بيز. حاجه بص على المجموعه بتاعته هلاقيها سترونج بيز، وهلاقي ان الانايون اللي بيعمل اكستشينج اللي هو الكلورايد اللي هو بيعمل تبديل مع الهيدروكسيل الاو اتش، وهو منشط وجاهز للاستعمال بيكون في الفورم بتاع الاو اتش، لما بياخد يعني بيعمل عمليه استبدال بيكون في الفورم بتاع الكلورايد او الصلفيت او يعني المجموعات اللي هي بتاعت الانايونز. ممكن ابدا بيه شغل وانشطه عشان احصل على الصوره بتاعت الكلورايد، لان انا عايزه في هذه الصوره. طب انا عايزه في هذه الصوره ليه؟ عشان اقدر اعمل بيه استبدال لمجموعات الصلفيت او غيرها من المجموعات اللي هي ممكن اخد منها الصلفيت الكبريتات، بقلل كميه الكبريتات في الميه وبزود كميه ايه؟ الكلور. طبعا دي تفاصيل تهم المصمم. ادي تفاصيل يعني معلش هخش في حته يعني متخصصه شويه. السترونج اسيد كاتايون ادي يعني هو يشبه سلوك الحمض القوي، يشبه سلوك السترونج اسيد. ادي اول صفه. الصفه الثانيه ان هو هايلي ايونايزد فورم، يعني متأين تأين عالي جدا، وبالتالي هو لو كان محمل بالهيدروجين فورم او محمل بالصوديوم فورم انا هقدر استعمله في عمليه نزع الاملاح بصوره قويه جدا لحد ان هو يقدر يحجز لي السيليكا. طيب امتى بستعمله في الهيدروجين فورم؟ لما اكون عايز احصل على ميه منزوعه الاملاح ما فيهاش املاح خالص. انت بستعمله في الصوديوم فورم لما اكون عايز اعمل بيه عمليه تيسير للميه، ازاله العصر. الكاتايونز اللي جاهزه للاستبدال في السترونج اسيد اما صوديوم كاتايون او اما هيدروجين كاتايون. بعمل له ريجنريشن بالاتش سي ال، او لو انا هستعمله في الدمي، او بعمل له ريجنريشن بالان اي سي ال اللي هو كلوريد الصوديوم لو انا هستعمله في عمليات ازاله العصر من الميه.
هننقل بعد كده على الويك كاتايون. الويك كاتايون زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، ادي مجموعه الكربوكسيل اللي هي فيها الكاتايون اللي بيتم استبداله، دي في الحاله الناشطه. الويك كاتايون ميزته ان هو الكباستي بتاعته عاليه، بيشيل كميه كبيره من الكاتايونز، ولكن عيبه ان هو مش هايلي ايونايزد زي السترونج اسيد. طب يعني دي هتفرق معايا ايه؟ مش هيقدر يعمل سبليت للاملاح النيوترال زي كلوريد الصوديوم، وبالتالي مش هيقدر يخلصني من كل الكاتايونز اللي موجوده في الميه، مش هيقدر يتفاعل مع الويك بيز. بعمل له برضو عمليه تنشيط بالاتش سي ال. التايب 1 والتايب 2، هنتكلم بقى دلوقتي على السترونج بيز. التايب 1 والتايب 2 ليها اكتر من استعمال، ممكن استعملها في الدمي، ممكن استعملها عشان تخفف لي التوتال اورجانيك كربون، ممكن استعملها عشان ازيل السيليكا من الميه. تمام كده؟ طيب ايه الفرق بين التايب 1 والتايب 2؟ احنا اتكلمنا دلوقتي قبل كده عن الفرق في الشكل في الهيكل، هي مجموعه الكحول اللي موجوده هنا. طب ايه الفرق بقى في الاستعمال؟ ان التايب 1 عنده قدره ان هو يشيل السترونج اسيدز زي النيتريك اسيد او شق النيتريك، زي السلفوريك اسيد اللي هو شق الصلفيت، زي البير كلوريت، يعني زي السيليكا، الحاجات بقى اللي هي ضعيفه اللي هي الايونيزيشن بتاعها ضعيف. طيب السترونج تايب 2، لو انا مش مهم ومش مؤثر عندي ازاله السيليكا من الميه ازاله تامه، ولو احنا رجعنا للمواصفات بتاعه الاي اس تي ام اللي هي وصفه التايب 1 و2 و3 و4، هنلاقي في بعضهم بيدي نسبه سماحيه عاليه نسبيا من السيليكا، لان هي مش هتاثر في الشغل بتاعك او مش هتاثر في التجربه اللي انت هتعملها. طيب الويك اكستشينج ريزن اللي عليه مجموعه بيز، ده زي ما قلنا هو بيعمل ادزوربشن. طيب الادزوربشن ده بيعمله ازاي؟ ادي مجموعه ال NH3 زي ما احنا شايفين، هي مجموعه بولر وبالتالي عليها بارشل تشارج نيجاتيف وبارشل تشارج بوزيتيف، وبالتالي هي تقدر تعمل عمليه جذب لجزيئات الميه اللي هي برضو بولر. جزيء الميه برضو الاكسجين عليه بارشل تشارج نيجاتيف والهيدروجين عليه بارشل تشارج بوزيتيف، وبالتالي الصوره اللي حضرتك شفتها من شويه اللي هي مجموعه ال H2O اللي هو الجزيء بتاع ال H2O قاعد جنب الريزن هنا بترابط كهربي، وبالتالي انا بقول ان هي بتعمل ادزوربشن، ما بتعملش تفاعل، ما بتديش حاجه. طبعا بيكون ليها اتنين فورم، الفورم بتاع الكلورايد والفورم بتاع الخالي تماما من اي يعني انايونز او كاتايونز، اللي هو بيتسمى الفري بيز. ادي تفاعل عند حضرتك اهو بيبين عجز الويك انايون عن ان هو يشيل، ده ادي الويك انايون اهو عندنا عاجز ان هو يتفاعل مع الاحماض الضعيفه اللي هي زي الكربونيك اسيد، عاجز ان هو يتفاعل مع او ينزع الانايون من الاملاح اللي هي نيوترال زي كلوريد الصوديوم. الاحصاء ده جميل جدا، وهو يعني جاي من كتابات احد الناس المتخصصين، الحقيقه هقول لكم عليه في الاخر ان شاء الله، له عدة صفحات رائعة على الإنترنت. والراجل ده اشتغل فترة طويلة في روم أند هاس،
واشتغل فوق ال 40 سنه في مجال الريزن ك يعني اناليست وكمدرب، و يعني صفحاته عليها اكثر من 2 مليون مشاهده. هو واحد فرنساوي جايب التفاصيل بتاعت الويك اسيد، وادي اذا كان التوتال كاباسيتي الرينج بتاعها من الى، وادي المتوسط، ولو احنا اتكلمنا على الاوبريتنج كاباسيتي هنقول معناها ايه دلوقتي، ادي الرينج بتاعها من الى، ويعني هكذا هتبص على الاربع انواع الويك والسترونج كطاين وانايون. الاوبريتنج كاباسيتي دي بتعبر عن كفاءه التشغيل. التوتال كاباسيتي دي انا بقيسها وانا قاعد جوه المعمل، بوفر لها ظروف عاليه جدا 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 ما اقدرش ان انا اوفرها في التشغيل. طيب وانا في التشغيل العادي بقدر احصل على كفاءه قدرها 50 الى 60% من الريزن فقط، ما بقدرش احصل على 100% لسببين. السبب الاولاني ان انا في التشغيل المعتاد في السيستم بتاع التشغيل ما اقدرش اعمل ريجنريشن كامل للريزن الا لو كان الريزن جاي جديد وانا لسه اول مره بستعمله. ده سبب. السبب الثاني ان انا في الاستعمال بقى لما ابدا ادخل عليه الروت واخد منه الميه المنزوعه الاملاح، ما بقدرش ان انا اعمل اكزهوست 100% من الريزن، والا هيحصل عندي تسريب لفتره طويله. اول ما بيبدا عندي التسريب بوقف وبعمل ريجنريشن. طيب انا خسرت كده نسبه من الريزن، سواء في التنشيط ما بقدرش انشط 100% او سواء في الاستهلاك، انما الظروف دي انا بقدر اوفرها لو انا شغال في المعمل بعمل التوتال. التجربه بتاعت التوتال كاباستي هنتفرج عليها دلوقتي ان شاء الله ونشوفها تجربه ممتعه جدا وليها فوائد كتيره. لو انا بعمل التوتال كاباستي هقدر ان انا يعني احصل على كاباسيتي ايدنتيكال ولكنه ثيوريتيكال، ما ينفعش في الابلايد، ما ينفعش في المجال العملي. انما الاوبريتنج كاباسيتي ادي النسب الطبيعيه بتاعته بالنسبه لكل واحد من الاربعه دول. طبعا واضح في الصوره يعني في الجدول ده قد ايه ان الويك الكاباسيتي بتاعته اعلى من السترونج، وبالتالي انا لو حطيته في الديزاين زي ما احنا شفنا الديزاين اللي كان حاطط الويك قبل السترونج، لو حطيته في الديزاين قبل السترونج هيريح السترونج، حطيته بعد السترونج ملوش اي فايده، ملوش اي قيمه. في نوع من الريزن انا ما اقدرش اسميه ايون اكستشينج، عشان كده يعني انا شايف كلمه ايون اكستشينج هنا ان انا اقدر اسميه انرت ريزن. الانرت ريزن ده عباره عن ماده انرت ممكن تكون كوبوليمر زي البولي ستايرين داي فينايل بنزين، وممكن تكون بولي ايثيلين، ممكن تكون عده مواد دي ليها وظائف جوه اليونت. يعني المصمم وهو بيصمم بيحط لك انرت ريزن، انما الانرت ريزن ده ملهوش اي وظيفه في عمليه الايون اكستشينج. ممكن يكون وظيفته لو هو في مقابل الفيد ووتر، وهي الفيد ووتر اللي داخل محطوط قبل الفيد ووتر، بيعمل عمليه حجز للشوائب، ولما نيجي نعمل ريجينريشن بيعمل عمليه توزيع للماده الليكويد اللي انا بعمل بيه ريجينريشن. وظيفته ايضا وظيفه ثانيه، لما اكون بعمل باك ووش بيخلي الريزن ما يسدش النوزلز او الفتحات وبالتالي ما يهربش مني. طيب له وظيفه ثانيه لو انا في الميكسد بيد. الميكسد بيد يعني لما باجي اعمل له تنشيط لازم افصل الكاتايون عن الانايون. الكاتايون بيبقى تحت لان غالبا بيبقى السبيسيفيك جرافيك بتاعته اعلى قليلا من الانايون، والانايون بيبقى فوق عشان اقدر اعمل فصل تام، عشان لما اجي اعمل ريجينريشن ما اخسرش الريجينرات الماده اللي انا بعمل بيها ريجينريشن، وما تخشش على
الريزن الخطأ، وبالتالي يعني تعملوا عملية تشبع، بفصل بينهم باستعمال راتنج خامل. ودي طبعا كل دي يعني حاجات تخص التصميم، بس انا كراجل شغال بعمل انتاج لميه الترا بيور، لازم افهم ان الراتنج الخامل ده ليس له اي وظيفه من ناحيه الاكستشينج للايونات. دي صوره عامه لعمليه. بقى هنخش دلوقتي في نقطه تانيه، وهي الحمد لله الوقت يعني معانا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني احنا لازلنا في السلايد رقم 39، وان شاء الله باذن الله احنا قدامنا يعني مجموعه قريبه من اللي احنا فوتنا عليهم، واحنا الحمد لله قضينا نص الوقت. ان شاء الله باذن الله نص الوقت الثاني يكون وافي وكافي ان احنا نستعرض فيهم نقاط شديده الاهميه جدا، زي ما حضراتكم هتشوفوها ان شاء الله باذن الله. ممكن نعتبر اللي فات ده كان تمهيد ليها. طيب هتكلم دلوقتي عن نقطة الريجنريشن. الريجنريشن ده له شكل مثالي شوية، ممكن في الديزاين الموضوع يختلف، يبقى فيه بعض الإضافات، إنما الشكل الروتيني التقليدي المثالي زي ما حضرتك شايف، أنا بعمل الخطوة رقم واحد تشغيل، ببدأ بريزن متنشط وشغال كويس جدا، بدخل عليه الفيد ووتر، باخد منه الميه اللي تمت معالجتها. سواء بقى كان الريزن اللي موجود عندي ده كتايون او انايون او كان ميكسد بيت او كان سترونج او ويك. طيب خلاص الريزن بدا يصرب، بدا ان انا اقيس الميه اللي خارجه، خارج فيها كتايونز او انايونز، خارج المواصفات. هعمل ايه؟ هبدأ ان انا اعمل له تنشيط. اول خطوة قبل ما اعمل التنشيط خطوة الباك ووش، ودي خطوة مهمة جدا في التشغيل، خطوة مهمة جدا في التشغيل. انا وانا داخل عندي الفيد ووتر هنا في رقم واحد بتعمل لي طبقة هنا من الملوثات، لان الريزن في الحالة دي بيشتغل فلتر ميديا. الريزن في الحاله دي في الاول في خط الدفاع الاول بيشتغل فلتر ميديا، وبالتالي بتتجمع عليه لو في ملوثات، لو انا ما عالجتش كويس او ما فلترتش كويس هتبدا تتجمع عليه من فوق. طبعا لو انا يعني المعالجه بتاعتي سيئه انا بدمر الريزن، والنقطه دي هنشوفها بعد قليل ان شاء الله باذن الله. طيب انا عايز اتخلص من السلادج اللي اتجمع فوق الريزن ده، هعمل باكوش. ميزة تانية للباك ووش ان انا بقدر اتخلص من الريزن اللي حصل له تكسير اثناء الاستعمال، شيء طبيعي جدا بعض الريزن نتيجة يعني الفلو، نتيجة ضغط المية، نتيجة الاحتكاك، فيحصل له كراكنج ويديني بعض الفراجمنت موجودة جوه الريزن. طيب ده هيأثر معايا في الدلتا بي، هيعمل لي ضغط للفلو بتاع، هلاقي فرق ضغط كبير بدأ يظهر عندي، وبالتالي انا محتاج اعمل باك ووش. ممكن يبقى عندي الريزن انا مثلا بشتغل دوره 8 ساعات، افاجئ ان الدوره بقت تاخد 4 ساعات، احد اسبابها ان انا ما عملتش باك ووش، فحصل شانلينج، حصل اختراق للعمود بتاع الريزن، والميه عملت لنفسها مسار بدات تمر منه، المسار ده استهلك والميه اللي داخله زي الميه اللي خارجه. الريزن بقيه الريزن كله لسه شغال ولسه ممكن يعمل اكستشينج، ولكن انا حصل عندي تشانلينج وده بدا يعمل لي مشكله. ده ليه؟ لان انا اتاخرت او ما بعملش خطوه الباك ووش. هعمل خطوه الباك ووش بحسابات هنفهمها بعد قليل ان شاء الله باذن الله، بحيث ان انا ما يهربش مني الريزن، انما يخرج عندي اي فراجمنت موجوده جوه الريزن او اي سلادج اتجمع فوقيه. تمام كده خلصت الخطوه دي، هبدا اعمل خطوه التنشيط، ادخل المحاليل بتاعه التنشيط اللي هي الخطوه رقم 3 اللي هو الري جينيريشن. بعمله بقى كوفلو، بعمله كاونتر فلو. دي بقى دي ليها مميزات وعيوب، ودي ليها مميزات وعيوب، ودي حاجة ليها علاقة بالتصميم
تخص المهندس اللي صمم الوحدة اللي عند حضرتك. عشان كده مهم جدا ان حضرتك تتعامل مع شركة محترمة حطت لك تصميم صح، وتستلم منها الكتالوج بتاع الوحدة في طريقة التشغيل والترابل شوتينج، وبالتالي يبقى انت معاك عمر طويل للوحدة بتاعتك. في كل مكون في هذه الوحدة ممنوع ان حضرتك تغيره قبل ما ترجع للمواصفات اللي الشركة مديها لك في التصميم. وبالتالي لو انت عندك نوزل ستايل معين انت غيرته، ما تغيروش بنوزل له نفس الفتحات بس، لا، لازم النوزل يكون ليه نفس المواصفات عشان يقدر يستحمل الكيميكالز اللي ممكن تستعمل سواء في الريجنريشن او في الفلو العادي او في عملية معالجة المشاكل اللي ممكن تحدث اثناء استعمال الريزن. وبالتالي احنا دلوقتي هنتكلم عن الخطوة الثالثة بعد ما اتكلمنا عن خطوة التشغيل رقم واحد والغسيل العكسي رقم اثنين، بنتكلم عن التجديد. هعمله كو فلو ولا كاونتر فلو، دي حاجة يعني ترجع للي بيصمم. تمام، انا يهمني هنا، انا بتكلم بقى كلام كيمياء، بتكلم على الريزن، انا بدخل الفريش ليكويدز اللي هي بعمل بيها ريجينريشن. لو انا بعمل ريجينريشن بكلوريد صوديوم، لو انا عندي سترونج كاتايون، لو انا بستعمله في تيسير الميه ازاله العصر، بعمل ريجينريشن بال HCl او ال H2SO4، وكان ال H2SO4 له محاذير وله مشاكل هنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل. لو انا بعمل تنشيط عشان احصل على ريزن محمل ب H بلس قابل للاستبدال عشان اشغله في نزع الكاتايونز وهكذا. لو انا عندي الريزن ده ريزن انايون، بعمل تنشيط ب NaOH هيدروكسيد صوديوم. بعض انواع الريزن انا مش محتاج اعمل بيها تنشيط بهيدروكسيد صوديوم، مش محتاج اوصل للبي اتش 12، لا، انا يكفيني ان انا اعمل تنشيط بصوديوم كربونات، او يكفيني ان انا يعني اعمل تنشيط بان اتش 4 او اتش اللي هي هتديني ان اتش 3 يعني. وبالتالي يعني ده ممكن يكون عندي سبب ان انا ليه استعمل الويك انايون، او ليه استعمل الانايون السترونج انايون تايب 2، السترونج انايون تايب 2. تمام، طيب الخطوه الاخيره بعد ما عملت ريجينريشن واطمنت ان يعني تم تنشيط الريزم بتاعي، الخطوه الاخيره بعمل رينز، بعمل عمليه شطف للريزن اللي عندي. طب ده كلام عام لكل الفيسلز اللي بتحمل ريزن يعني ايا كان نوعه. دي المعادلات يعني مش هنتكلم فيها لان المتخصص لما هيقراها هيفهمها، غير المتخصص ما يهموش هذه المعادلات التفصيليه. عندي المعادله بتاعت الاكستشينج بتاعت السترونج اسيد، وادي المعادله بتاعت الريجنريشن، وعندي المعادله بتاعت الاكستشينج بتاعت الويك اسيد، وادي مثال لي لو انا هعمل عملية تنقية لمية فيها كالسيوم بايكربونات. تمام كده، ده برضو اكزهوست استهلاك، ودي الريجينريشن بتاعته، بعمل ريجينريشن ب اتش سي ال اللي هنا. ادي تجديد الراتنجات، التبادل الايوني السترونج بيز تايب 1 والتايب 2 سواء الاكستشينج وانا بعمل استبدال، ادي المعادله الاولى الاكستشينج، او وانا بعمل ريجينريشن. الاستبدال ده اللي هو الاكزوهوست الاستهلاك،
ادي السترونج بيز. طيب 2 مديني له يعني مثال. طبعا لا يعني ما ننساش ان الفرق بين التايب 1 والتايب 2 ان التايب 1 عليه مجموعه الكايل، التايب 2 عليه مجموعه كحول. ادي برضو بيحصل استبدال لان هو سترونج في ادي هنا وهنا في مجموعات هيدروكسيل بتقدر تعمل استبدال. طيب الويك انايون دي زي ما احنا قلنا ما بتعملش استبدال، هنا دي مش ايونايزد، دي زي ما احنا شرحنا الشكل التفصيلي بتاعها لو تفتكروه حضراتكم. ادي جزيء الميه وادي جزيء ال NH3، دي بتعمل ادزوربشن. ادي الادزوربشن موجود عندي اهو، الصوره اهو، ان هي بتتجمع على السطح بتجاذب كهربي ما بتخشش جوه الماده. ده اسمه ابزوربشن. لا احنا بنتكلم على الادزوربشن. الادزوربشن بتتجمع على السطح، وده زي ما احنا قلنا يعني المفروض ان هو يكون سترونج اسيدز ما عندهاش قدره ان هي تعمل اتراكشن للويك اسيدز او الاملاح النيوترال. اخر حاجه هنشوفها في المعادلات وانا بتكلم على السترونج او الويك اسيد اهو، انا باخد من الميه كاتايون، ادي خدته تفاعل مع المجموعه الفعاله اللي على الريزن، وبدي الميه هيدروجين بروتون. الهيدروجين بروتون ده بيتحد مع الانايون بيكون حمض، الاحماض اللي خارجه لي، عشان كده بلاقي البي اتش قبل ما تخش على وحده السترونج او الويك كاتايون بلاقي البي اتش ممكن تكون 7 ممكن تكون 8، انما بافاجئ ان هي نزلت جامد ممكن توصل 3 او 4 او 2. بتنزل ليه؟ لان انا اديته اتش بروتون، عملت فيه احماض. طب الاتش بروتون ده انا حطيته فين؟ انا ما رميتوش، انا حطيته على الملح. يعني لو انا عندي ان اي سي ال، انا خدت الان اي واديته اتش، لما اديته اتش بقى اتش سي ال، بقى حمض اتش سي ال. طب الاتش سي ال ده لما يخش على السترونج انايون تايب 1 او تايب 2، ادي المعادلتين اهم، لما يخش عليه هياخد منه الشق الثاني اللي هو الشق بتاع الانايون اهو، تفاعل مع المجموعه الفعاله اللي موجوده على الراتنج، وهيديله هيدروكسيل. الهيدروكسيل ده هيتفاعل مع الحمض اللي موجود اللي هو الاتش بروتون، هيديني في النهايه ميه الترا بيور مع الميه اللي داخله. يبقى انا حولت الاملاح اللي عندي، يعني داخل عندي ميه محمله باملاح، انا بعمليه نزع الاملاح دي حولت الاملاح اللي عندي الى جزيئات ميه تضاف الى الميه اللي موجوده مع الميه اللي ايه اللي داخله. بستعمل راتنجات التبادل الايوني في ايه؟ اول حاجه في انتاج الميه الالترا بيور لاغراض صناعيه، طبعا ميه الغليات، ميه الترا بيور. بعض انواع الصناعات الالكترونيكس بتستعمل ميه الترا بيور بمواصفات عاليه جدا. بعض انواع الصناعات زي غسيل السيارات قبل الدهانات بتستعمل ميه الترا بيور. كل دي ميه الترا بيور ليها استعمالات صناعيه عاليه كتيره. في الباور ستيشن، محطات توليد الكهرباء، بستعمل ميه الترا بيور بمواصفات عاليه جدا. طيب صوره ثانيه، معالجه عصر الميه، بدخل صوديوم. لو انا عندي الكاتايون اكستشينج محمل بصوديوم بدل الهيدروجين وبنشطه بالكلوريد الصوديوم بدل ما نشطه ب HCl، هيبقى
بدخل ايونات الصوديوم في الملح اللي عندي، وباخد منه الايونات المسببه للعصر اللي هي الداي فيلنت زي الكالسيوم والمغنيسيوم، او التراي فيلنت زي الحديد. طيب بستعمل ايضا الريزن في تنقيه السوائل من بعض الايونات والمواد غير المرغوب فيها. لو انا عندي كاتايونز وانايونز زي في صناعه السكر، انا عايز اشيلها من السائل او العصير اللي داخل عندي. لو انا عندي روائح او طعوم يعني مأثره على العصير اللي انا بستعمله زي انتاج العصائر، العصير بيخش طعمه مر فيه مراره، لما يخش على بعض انواع الريزن بيقدر يعمل اتراكشن للمراره اللي فيه دي، وهي ماده مواد اورجانيك طبعا بتتعمل بالانايون ريزن، ودي احدى وظائفه ان هو بيشيل حمل اورجانيك لا باس به، ممكن يكون حمل عالي جدا. تمام. من الاستعمالات اللي انا بستعمل فيها رتنجات التبادل الايوني فصل واستخلاص المعادن، بس مش اي معادن. عندي ليكويد في املاح ذهب، انا عايز استخلص الذهب اللي فيه، عايز اعمل اكوموليشن اتراكشن لايونات الذهب اللي موجوده، بستعمل انواع خاصه من الكاتايونز، وبعد ما هذه الكاتايونز تتملي تماما بالذهب بعمل لها ريجينريشن بطريقه معينه، بقدر اعمل عمليه تركيز لكميه كبيره من الليكويد اللي فيه الملح اللي انا عايز استخلصه او في المعدن اللي انا عايز استخلصه. طبعا من ضمن استعمالاتها في الابحاث في التحليل الكروماتوغرافي، ممكن يستعمل كعامل حفاز لانه هو بيعمل اتراكشن زي ما احنا شفنا له بعض الوظائف الفيزيكال، بيعمل اتراكشن وبالتالي بيقرب الانايون والكاتايونز المواد المتفاعله من بعضيها، لما تقرب من بعضيها خلاص قرب من بعضيها بيسهل عملية التفاعل، بدل ما هي منتشرة في المحلول بيسهل عملية التفاعل، ودي إحدى أفكار العوامل الحفازة. طيب هنخش على نقطة متخصصة جدا ومهمة، يهم بالدرجة الأولى الأناليست، الراجل اللي عنده معمل وهيشتغل في تحليل رتنجات التبادل الأيوني، ولكن تهمنا كلنا في إيه؟ لما هاجي حضرتك اقرا المواصفه بتاعت الريزن هفهم منها ايه؟ هبص الاقي مجموعه ايتمز موجوده انا مش فاهم مدلولها ومش فاهم الرينج بتاعها، وبالتالي مش قادر احدد الاستعمال الصح للريزن ده، وبالتالي انا لازم اتكلم عن الاختبارات قبل ما اتكلم عن المواصفات. ليه؟ عشان اعرف اقرا المواصفات صح. ان شاء الله بعد قليل هنتكلم عن المواصفات. معلش لحظة واحدة بس. هنبدأ نتكلم امتى نحتاج اختبارات وتقييم رتنجات التبادل الايوني. اولا هحتاجها قبل اتخاذ قرار الشراء. ليه؟ هدرس المواصفه واختبر عينه قبل ما اجيب الشحنه او قبل ما اخد من المورد، اخد عينه اطمن ان في مطابقه للمواصفه اللي هو مديهاني. السبب الثاني، خلي بالك الريزن له عمر افتراضي، احنا لسه في النقطه الاولى اهو، الريزن له عمر افتراضي، لو عدى عمره الافتراضي ما تشتريهوش، لان كده انت ممكن يفسد منك او يتلف منك في اي وقت. طيب لما اجي استلم الشحنه عشان اتاكد ان العينه اللي جات لي والمواصفه اللي انا خدتها مطابقه للشحنه اللي انا بستلمها، بعمل التحليل قبل دخول الريزن للخدمه، يعني بعد فتره التخزين. بعد ما عملت تخزين للريزن ممكن يكون التخزين
هنشوف دلوقتي ان شاء الله شروط التخزين. ممكن يكون التخزين كان تحت مواصفات خطأ، ده كل ده لو انا بتكلم على ايه؟ على ليزنج جديد. لو كان متخزن بطريقه خطأ حتى لو هو عمره الافتراضي عمر التخزين بتاعه ساري، انا ما ينفعش ان انا استعمله، لان هو لو الحراره عليت عليه هيبدا يحصل له ديجراديشن، وبالذات لو هو في الاتش فورم او في الاو اتش فورم. وخصوصا يعني ينبغي ان نعلم ان الريزن الانايون اضعف من الريزن الكاتايون. طيب السبب التالي وهو اختبار روتيني دوري اثناء الخدمه. هنا بقى انا خدت الريزن وحطيته عندي في الفيسل، بعمل كل فتره، انا شخصيا اوصي كل سنه، ما تستناش لما تحصل عندك مشكله، عالج المشكله من بدايتها. هنشوف دلوقتي في التحاليل اهميه يعني التحليل. بعمل اختبار روتيني عشان ما يحصلش عندي مفاجاه تضطرني ان انا اوقف خط الانتاج، خصوصا لو انا ما عنديش بدائل. يعني ممكن يكون انا عندي يعني اليونت صغيره، مش عامل اتنين ترين، واحد شغال والتاني سبير بيحصل فيه تنشيط وهكذا. لا، انا مش شغال فلو 24 ساعه، انا يعني بشتغل فلو وبوقف، وبالتالي انا الفتره اللي المصنع فيها او الخدمه فيها مش طالبه ميه الترا بيور، انا بقدر اعمل ريجنريشن واشتغل براحتي. طيب انا اختبر عشان اتجنب المفاجآت. السبب الاخير، لما تحصل مشكله في التشغيل، انا شغال صح وبدأ ان انا بدل ما الدورة بتاخد معايا 12 ساعة بدأت تاخد معايا 8 ساعات، بنشط بنفس المحاليل وبعمل يعني شغل كويس جدا، وبأفاجأ ان الدورة بدأت تقل عندي. ادي مشكلة في التشغيل. بدأ يحصل عندي مشكلة سريعة في الدلتا بي، بدأ كل ما اجي يعني ادخل فلو ابص الاقي في دلتا بي حصل بين الضغط الميه اللي داخل والضغط بتاع اللي خارج. ادي اشهر التجارب واهم التجارب. في تجارب كتيره ممكن نعملها على ريزن، دي اشهر التجارب واهم التجارب، هنشوفها بالتفصيل. وعند حضرتك في الجدول ده موضح، الجدول ده موضح كل تجربه بتتعمل على الانايون ولا الكاتايون ولا الميكسد بيد. اول حاجه ودي خطوه لا تستهين بيها ابدا، خطوه ان انا اخد العينه السامبلنج، والسامبلنج دي ليها بروسيدور موجوده في الاي اس تي ام، هنقول دلوقتي رقم المواصفه. لو انا خدت العينه صح هقدر ان انا احصل على نتيجه تحليل صح، ولو العينه راحت المعمل متاخده غلط المعمل هيطلع نتيجه غلط والغلطه تبقى مش منه، ولو المعمل قدر يكتشف ان في غلطه في اخذ العينه ممكن يرجع لك العينه يقول لك انا محتاج عينه ثانيه لان العينه دي لا تصل. ادي الخطوه رقم واحد. في اكتر من طريقه يعني لاخذ العينه، ما فيش داعي نستطرد فيها. يعني الخطوه الثانيه ان انا بنقع الريزن اللي انا خدته عشان يبدا ان هو يحصل له عمليه سويرنج، يمتص ميه بقدر كافي، بنقعه في بعض المحاليل اللي هي تعمل له نوع من التنشيط المعتاد او اكتر شويه من المعتاد، ولكن تنشيط شبه التنشيط الروتيني اللي حضرتك بتعمله. امتى بعمل عمليات معالجه باساليب غير روتينيه؟ لما يكون في مشكله وانا محتاج احدد طريقه علاجها الصح، انما الشغل الروتيني انا بعمل عمليه معالجه للريزن. لو الريزن اللي جاي عندي ريزن ميكسد بيت، لو انا قدرت افصله في الوحده واوديه المعمل مفصول ممكن،
لو المعمل فضل ان هو ياخده كما هو عشان يقدر يكتشف المشكلة اللي فيه ممكن برضه. طبعا لابد يكون في تواصل بينك وبين المعمل اللي هيحلل لك العينة. ادي الصورة اللي احنا وصلنا لها في الاخر، حتى لو انا عندي ميكسد بيت او سواء انا عندي كاتايون او انايون، وصلت الريزن الترا بيور، يعني نظيف جدا، ما فيهوش شوائب، ما فيهوش تسمم عضوي كتير، ما فيهوش تسمم بكاتايونز كتير. انا بقول كتير ليه؟ لان التسمم دي ليها طريقة علاج تانية غير التنشيط العادي. التسمم العضوي الكتير ليها برضو طريقة علاج غير طريقة التنشيط العادي. طيب ادي خطوة من خطوات تجهيز التجربة بعد ما فصلت ويعني الريزن، بقدر اعمل له باك ووش عشان اطلع لو في اي فراجمنت او لو في اي سلاج موجود فيه لحد ما ينضف تماما. ببدا ادخل عليه بعض المحاليل بتركيزات معينه عشان احصل في النهايه على شكل من الشكلين اللي حضرتك شايفهم دول. احصل على كاتايون سواء سترونج او ويك في فورم محدد الشكل زي ما التجربه اللي انا هعملها بتقول. ما ينفعش ان انا اشتغل على ريزن وانا مش عارف الفورم بتاعه. الفورم بتاعه هيفرق في السبيس الجرافي، السبيس الجرافي اللي هو الوزن النوعي. الفورم بتاعه يعني هيفرق في كمية المية اللي هو ممكن يتحملها، وبالتالي أنا لا يمكن أبدأ إن أنا أعمل تحليل عشان تطلع معايا نتيجة صح غير لما يكون عندي ريزن فول سويلينج. أدي شرط. الشرط الثاني أكون عارف الأيونيك فورم اللي هو فيه. الشرط الثالث إن هو يكون جاف من الخارج. ببدأ أدخله في سيستم تجفيف أسحب منه المية الخارجية من غير ما أثر على المية اللي هو امتصها اللي هو في الفول سويلينج. ادي سيستم بيعمل تجفيف من الخارج، وده سيستم مطابق للشكل اللي موجود في الاي اس تي ام. والله أنا تمام. أهو الفيلم بدأ يشتغل قدام حضراتكم، عملية التجفيف بالسكشن. وده الريزن في الايونيك فورم فول سويلينج، يعني ساتوريتد بالميه. ببدا اعمل له عمليه تجفيف خارجي. طيب بعد ما عملت العمليه دي ببدا اعمل قياس سعه الاستبدال. اتكلمنا من شويه قلنا ان الاوبريتنج كاباستي مختلفه عن الايون، مختلفة عن التوتال اكسشينج كاباسيتي. التوتال اكسشينج كاباسيتي دي بتتم في المعمل، انما الاوبريتنج كاباسيتي دي اللي بتتم في الواقع، وهي ان انا بدخل على يعني ببدا من ايونيك فورم انا عارفه وابدا اعمل له عملية استبدال وبقيس كم الاستهلاك اللي هو استهلكه، بدخلها في معادلة بقدر استنتج النتيجة بتاعته. النتيجة بتاعته بتكون ليها، عشان حضرتك انت بتقرا المواصفة، اما بتكون بالملي ايكويفالنت
بير ميلي لكل ميلي، يبقى انا كده بشتغل على الفوليوم اللي هو هو يساوي ايكويفالنت بير ليتر، يعني هضرب فوق في 1000 وتحت في 1000 هتبقى هي هي، او ان هي تكون ميلي ايكويفالنت بير جرام، يبقى انا كده اشتغلت على الوزن ما اشتغلتش على الفوليوم، اللي هي هي بتساوي الايكويفالنت بير كيلو جرام، ضربت فوق في 1000 وضربت تحت في 1000. في طبعا وحدات تانيه هنشوفها بعد شويه في المواصفات ان شاء الله باذن الله. دي تجربه تانيه ليها اهميه يعني مهمه جدا في مشاكل الدلتا بي، بقدر اعرف من خلال التجربه دي ايه المشكله اللي حصلت في الريزن اللي تسببت في دلتا بي عالي في الفيسل، وبالتالي اقدر ان انا احدد المشكله واحدد كيفيه العلاج. طبعا يعني بننبه هنا على نقطه مهمه جدا، ان حضرتك لما يكون عندك ريزن في الوحده لازم تكون عارف الموديل بتاعه، معاك التكنيكال داتا شيت بتاعته، معاك الماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعته بنفس اللوت او التشغيله اللي انت شاريها، لانك هتحتاجهم دائما. تمام. طيب الريزن اللي عندي بدا ان هو يقل في الوحده لسبب او لاخر، انا محتاج ازود الريزن، ما ينفعش ان انا ازوده من نوع تاني من الريزن، لازم ازوده من نفس النوع، او اكون فاهم انا بعمل ايه عشان ما اعملش مشكله بنفسي انا في الدلتا بي. ممكن يكون الريزن نوعه كويس جدا والريزن اللي انا هزود منه نوعه كويس جدا، ولكن المشكله ان انا خلطت اكتر من نوع من الريزن، ما ينفعش ان هما يتخلطوا مع بعض. طيب التجربه دي بطلع منها بايه؟ بتديني كم مؤشر؟ بتديني المين سايز اللي هو الحجم المتوسط بتاع الحبيبه، بتديني الهارمونيك مين سايز، ده يعني هو قريب جدا من المين سايز زي ما احنا شايفين، هو اقل من قليلا او يساوي، خصوصا في الحاجات اللي هي هومو اللي هي كلها احجام متساويه ما فيهاش فرايتي عاليه. الافكتيف بارتكل سايز 90% من العينه بتاعتي البارتكل سايز بتاعها يساوي كام او اكبر. اليونيفورملي كوفيشنت بتحدد عندي الفرايتي اللي موجوده في الريزن، الفرايتي في الاحجام، عندي احجام كبيره واحجام صغيره، هو هومو سايز ولا هتيرو سايز. الفاين كونتنت والكورس كونتنت برضو بقدر احددهم، كل ده من خلال الرسم البياني اللي انا بعمله، والرسم البياني ده بعمله من نتيجة التحليل اللي أنا بعملها، بأن أنا بمرر فوليوم معين من الريزن بقيسه أهو بمخبار مدرج، وبمرره من مجموعة مناخل، كل منخل بشوف استنى منه قد إيه، استنى فيه قد إيه من الريزن، بقدر أخرج منه بالجدول ده، بقدر أعمل منه الرسم البياني ده. في فايدة تانية نسيت أقولها للبارتيكل سايز، وهو بيحدد المسار اللي بتمشيه المية أو سوائل التنشيط أثناء استعمال الريزن، وبالتالي أنا لو عندي بارتيكل سايز كبير غير لما يكون عندي بارتيكل سايز صغير. طبعا مش زي يعني المقاس اللي أنا بقول عليه، طبعا دي حاجات بالمليمتر بيتراوح بين يعني 1.3 لحد 0.3 ملي متر. لو بصينا مثال للي عندي هنا، المين سايز هنا عندي 1.12 ملي متر، الاحجام الصغيره بوينت يعني اقل من 0.3 اللي هو ممكن يعني تطلع بالمايكرومتر، تريسز جدا يعني اقل من ان انا اتكلم على حجمها. ادي المعادلات اللي بقدر اطلع بيها المين سايز،
اللي هو الحجم الوسيط اللي هو عند الدي 50. الدي 50 اللي هي ايه؟ ادي 50% من العينه اهو، شايف الرسم اللي انا بشتغل عليه اهو، ادي بشوف البارتكل سايز بتاعها قد ايه. طيب دي طريقه تانية اهي، دي طريقه تانية للاستفاده من تجربه البارتكل سايز والبارتكل سايز والسايز ديستريبيوشن. دي طريقه تانية بطريقه حسابات تانية، بس هوصل منها برضو لنفس اللي انا عايزه ولكن مع بعض الفروق. طيب خلينا في الطريقه دي اللي انا شخصيا اشتغلت بيها، يعني اشتغلت عليها بايديا. معامل التماثل اللي عندي، هشوف السايز بتاع المنخل اللي حجز 40%، خلي بالك انا بقول اللي حجز، حصل ريتيننج في ال 40% من السامبل اللي انا شغال عليها، هقسمه على السايز بتاع السامبل، السايز بتاع المنخل اللي حجز 90% من العينة اللي انا شغال عليها، اللي هو دي 40 على دي 90. حضرتك هتقرا في مكان تاني هتلاقي ان اليونيفورمتي، كوفيشنت ده الميش سايز 60 على الميش سايز 10، اللي هو الطريقة اللي الراجل ده شغال بيها. أهلا وسهلا بيها، بس ده مش هتكلم على الريتيننج، هتكلم على اللي حصل له باسنج اللي عدى 50%. هنا مش هتفرق، هنا في أول واحدة دي، أول واحدة دي اللي هو المين سايز، مش هيفرق معايا اللي باص اللي حصل له ريتيننج زي اللي حصل له باص 50% 50%، انما هنا هتفرق معايا. تمام كده، انا بقول النقاط التفصيليه دي عشان حضرتك وانت بتقرا حتى في مرجع بعض الثيوريز او بعض التجارب ما تقولش ان لا ده غلط او ده صح، لا ما تشكش في المعلومه اللي احنا قلناها ولا تشك في المعلومه اللي انت بتقراها في اكتر من طريقه، وفي حتى اكتر من رسمه زي ما حضرتك شايف، في رسمه ادي بتديك اسلوب وفي رسمه تانية بتديك خط مستقيم. طيب الافكتيف سايز هو حجم المنفل اللي بيحصل عنده ريتيننج ل 90% من العينه اللي انا شغال عليها. لو شفنا شكل الريزن تحت الميكروسكوب هنلاقي الشكلين الجمال ده، هنلاقي شكل فيه الشكل ده في معامل التماثل يقترب من الواحد، ما فيهوش فرايتي في البارتكل سايز، هومو سايز كلهم تقريبا سايز واحد، انما لو بصينا لده هنلاقي فيه فرايتي مختلفه، ايهما افضل؟ كلاهما مطلوب. كل شركه بتعمل اختباراتها وانتاجها بتطلع لك ريزم بمواصفه، حضرتك اللي لازم تقرا المواصفه صح، ولازم لما تيجي تغير الريزن تغيره صح. يعني لو انا عندي الريزن ده موجود في الفيسل وبدا ينقص نتيجه ان هو هرب او اتكسر وراح مع الباك ووش، مع مر السنين انا عايز ازوده، ما ينفعش ازوده بده، هعمل مشكله كبيره جدا في الدلتا بي، وهعمل مشكله في الايون اكسشينج، وهعمل مشكله في الريجنريشن، ممكن تزيد او ممكن تقل عن الوقت ايه المطلوب. طب لو انا اضطريت اغير لازم احلل ولازم اعدل مواصفات التشغيل، بدل مثلا بعمل باك ووش لمده 20 دقيقه ازود الباك ووش ولا انقصها، لان ما ينفعش يبقى عندي بارتكل سايز بالحجم الكبير ده كله وبعمل باك ووش بسرعه عاليه بفلو عالي مع مراعاه طبعا درجه الحراره، الميه لما بتكون ساقعه بتبقى هاي دنسيتي شويه عن لما تكون ساخنه،
وبالتالي ممكن تشيل حبيبات حجمها كبير شويه، هنشوف بعد شويه في مواصفات الريزن ان شاء الله باذن الله. ما ينفعش لما احط اجي اعمل استبدل الريزن ده بريزن في بارتكل سايز صغيره اجي اعمل باك ووش كلها تروح مع الباك ووش. اخر حاجه هنقولها في التجربه دي الهارمونيك مين سايز، ادي المعادله بتاعته لو حضرتك حبيت تاخد تفاصيلها وتقراها وتعملها. حديثا البارتكل سايز والبارتكل سايز ديستريبيوشن بيتعمل باستخدام ميكروسكوب. ادي جهاز ميكروسكوب بدخل فيه العينه بطريقه معينه، الجهاز ده بيمر عليه العينه في دقائق بيطلع لي البارتكل سايز بتاع العينه والفرايتي اللي هو الديستريبيوشن اللي موجوده في العينه دي، وبيرسم لي السلوب وبيعمل لي كمان مضلع بنسبه كل واحد من اللي موجودين. ادي بعض التفاصيل اللي موجوده في الشكل اللي موجود تحت. طيب تجربه ثانيه مهمه جدا وليها مدلول مهم، حضرتك كنت بتقرا في المواصفه بيقول لك ووتر ريتينشن كاباسيتي، ممكن تقول عليها الرطوبه بس هي مش رطوبه قوي، ليها تفاصيل شويه ما فيش داعي نتكلم فيها. الووتر ريتينشن كاباسيتي دي تقريبا ما بين 40 و60%، يعني الريزن بيمتص كميه من الماء ما بين 40 و60% على حسب ايه؟ كل ما بتزيد الكروس لينك اللي موجوده فيه بيزيد بيقل امتصاصه للميه، كل ما بتقل الكروس لينك اللي موجوده فيه بيزيد امتصاصه للميه، بس كل ده بحدود. بقدر اعمل التجربه دي ايضا بتكشف لي نقطه ثانيه مهمه جدا، لو الريزن ده تعرض لكيميكالز دخلت عليه عملت فيه اوكسيديشن اقدر ان انا اكتشف من خلال التجربه دي على ايه بيمتص كميه ميه كبيره جدا، بدل ما بيمتص 40% ميه من وزنه وهو فول سولينج بيمتص 50 60 70 80 85% ميه. يعني انا اشتغلت في عينات بتمتص لحد 85% ميه من وزنها وهي مشبعه تماما بالريزن. طبعا التجربه دقيقه، لو انا عندي فرن جواه ميزان، وطبعا اجهزه التي جي السيرموجرافيك بتوفر هذه الميزه، بعض انواع الريزن بالذات الريزن الانايون ما ينفعش ان انا ارفع عليها درجه الحراره، المفروض ان انا بعمل التجربه دي عند درجه 100 105 110. بعض انواع الريزن ما تقدرش تستحمل اكتر من 60 درجه مئويه، طيب يا اما هضطر اجفف لوقت طويل يا اما هضطر ان انا يعني اجفف في فرن مغلق ومعاه ميزان لحد ما احصل على كونستانت ويت، يا اما هضطر ان انا استعمل نوع خاص من الافران اندر فاكيوم بيسخن اندر فاكيوم، يبقى انا اقدر عند 40 درجه مئويه اعمل التجربه بتاعتي. طيب انا عرفت النسبه دي مدلولها ايه؟ قلنا احد المدلولات بتاعتها ان هي لو زادت عن حدود المواصفه بتاعتي بنسبه 10% او اكتر يبقى الريزن ده تعرض لظروف تشغيل غير مناسبه، حصل فيه ديجراديشن، حصل فيه تحلل. طيب لو نقصت يبقى الريزن ده لو نقصت عن حدود المواصفه بنسبه 10% او اكتر، واللي محدد النسبه دي الاي اس تي ام، هنشوف عنوان المواصفه وهنشوف بعض التفاصيل فيها، هيعبر عن ايه؟ يعبر ان الريزن ده حصل فيه تسمم مش قادر يعمل اتراكشن لجزيئات الميه. من ضمن الفحوصات السهله جدا ولكنها تحتاج الى خبره عاليه جدا الفحص الميكروسكوبي، بقدر اشوف عندي مثلا النموذج الجميل ده الريزن سليم، عندي النموذج ده الريزن شارب ميه زياده وبدا يحصل فيه ديجراديشن، ادي واضح فيك بسرعه اهو قدامي، الريزن هنا مختلط ببعض الشوائب او الحاجات الغريبه، انا محتاج اعرف
الريزن بيخش له تلوث في مصدر تلوث. هنا الريزن حصل له تلوث عضوي لدرجه ان هو فتت الريزن. هنا حبايه الريزن مش بس حصل فيها تلوث، لا دي تعرضت لضغوط غير طبيعيه وبالتالي حصل فيها شرانكينج، حصل فيها نوع من الانكماش. طيب من ضمن التجارب اللي انا برضو لما بروح المعمل بختبر يعني بعملها على الريزن، مقاومه الصدمه الاسموزيه. بعمل انا للريزن صدمه اسموزيه. انا بذكركم ان كل التجارب دي ما ينفعش اعملها غير لو انا عملت بريباريشن جيد للعينه، عارف الفورم اللي انا شغال فيه، العينه يعني ساتوريتد بالميه جافه من الخارج عشان اعرف الوزن والحجم اللي انا شغال بيه، عارف الفورم اللي انا شغال عليه. كل دي مواصفات مهمه جدا عشان النتيجه تطلع معايا صح. ادي صوره من صور الصدمه الاسموزيه، ادي عينه حصل لها صدمه اسموزيه، بدا يحصل فيها كراكنج بس لسه ما تحولتش الى فراجمنت، لسه ما اتكسرتش. طيب تجربه تانية اللي هو الثبات الكيميائي، بعمل انا اوكسيديشن مقنن بتركيزات معينه بوقت معين على الريزن عشان اختبر قدره الريزن على تحمل الاوكسيديشن. هنا انا مش ببص على المجموعات الفعاله، ببص على الباك بون، على الباك بون، ببص على الماتريكس بتاع الريزن اللي هو اذا كان بولي ستايرين دايفينايل بنزين او بولي اكريليك، ببص على الماتريكس بتاعه بطمن ان هو عنده ثبات كيميائي. دي ممكن اعملها على الريزن الجديد، ممكن اعملها على الريزن المستعمل. ادي يعني نتيجه بعض الاوكسيديشن اللي حصل لاحدى العينات. هنشوف دلوقتي فيلم جميل جدا ليها ان شاء الله، يعني اللي هيقعد معانا لحد اخر المحاضره في فيلمين. يعني الحقيقه صعب ان حضرتك تشوفهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى دول يعتبروا سبق علمي لقطاع المعامل الكيماويه المركزيه التابعه لوزاره الكهرباء المصريه. الافلام دي يعني فيها يعني جهد مبذول لاكتشاف المشاكل اللي بتحصل للعينات بتاعت الريزن. ممكن انت اللي تعمل المشكله زي ما احنا شفنا، احنا عايزين نكتشف الريزن ده عنده مقاومه للاسموزك شوك او الريزن ده عنده كيميكال استابيليتي. انا نفسي بعمل له المشكله واشوف اثارها عليه. عدى منها يبقى الريزن ده اكسلنت كويس، ما عداش منها بشوف نسبة الخسائر اللي حصلت فيه واوصفها. طبعا حضرتك ده بيفرق جدا نوع الريزن اللي انت جايبه وبتستعمله. طيب الدنستي والبالك دنستي ايه الفرق بينهم؟ زي ما حضرتك شايف الشكل ده كده اهو، الريزن فيه حوالي 30% فراغات. شوف كمية الفراغات اللي موجودة في الريزن. يبقى أنا لما أجي أقيس الدنستي لعينة ريزن موجود في هذه الصورة، غير لما أقيس الدنستي بتاع البارتكل لوحدها حاجة مصمطة. تمام، الدنستي العادي آدي رو بتساوي الماس على الفوليوم. تمام، هنا الماس انا اقدر اوزنه اعرفه، انما الفوليوم داخل فيه الهواء، عشان كده بيتسمى بالك دنسيتي او الكثافه الظاهريه. انا باجري هذه التجربه على الريزن هو جاف ولا هو مشبع، غالبا بتتعمل على الريزن وهو مشبع او شبه مشبع، لان دي مهمه جدا في عمليه الشيبنج، مهمة جدا في عملية البيع والنقل. لما باجي أتعاقد مع شركة هي يهمها الوزن اللي أنا هاخده قد إيه، وهيشغل لي فوليوم قد إيه في الشاحنة اللي أنا هستعملها. عندي هنا مثالين تحت أهو، أدي مثال للدنستي وأدي مثال للبالك دنستي. ده لريزن فعلي، ده لريزن فعلي. ادي الريزن اللي معانا هنا، الدنسيتي بتاعته
واحد وثلاثة من عشرة، يعني أول ما هحطه في المية ويمتص مية هلاقيه أتقل من المية وبينزل. إنما البالك الدنسيتي بتاعته وهو معبأ في البراميل أو في الشكاير أو في الأوعية اللي هو جاي فيها من 800 ل 850، اللي هي من 8 من 10، 8 من 10 ل 85 من 100. بس هنا ضربها في 1000، لان هو هنا زي ما بقول بيستعمل البالك دي في عمليه التداول البيع والشراء، هنا عملها بالكيلوغرام لكل متر مكعب. تمام. الدنسيتي ممكن يكون ليها وحدات تانية عشان تحصل على الوحدات التانية دي، اللي هي جرام بير كيوبيك فيت أو باوند بير كيوبيك فيت. بضرب الدنسيتي بتاعتي بير بالجرام بير ميلي في 62.4، وده كلام إن شاء الله هتلاقوه موجود في المراجع اللي احنا هنشير فيها في آخر المحاضرة إن شاء الله بإذن الله. طيب إيه الفرق بين الدنسيتي؟ بقى أنا هعمل تجربة تانية دلوقتي، تجربة الوزن النووي، الكثافة النسبية. أنا هنا الدنسيتي ماس بير فوليوم، لا هنا الدنسيتي عندي الماس بير فوليوم للميه، هحطه هنا تحت، والماس بير فوليوم للماده اللي انا عايز اقيس ليها الوزن النووي هحطه هنا فوق. يعني انا بقيس كثافه نسبيه، نسبه ماده سوليد بالنسبه للسائل انا بحطه فيها. طبعا السائل اللي عندي هنا الميه، لازم ننتبه هنا لحاجتين، ان الميه بتختلف الدنسيتي بتاعتها على حسب درجه الحراره، ان الميه انا مش بتكلم بقى على المعمل، بتكلم على ظروف التشغيل، الميه بتختلف الدنسيتي بتاعتها على حسب اللود بتاعها من الاملاح اللي هي موجوده فيه. يعني ممكن السوائل بتاعت الريجنريشن تكون اتقل من الريزن لو انا ما خليتش بالي والتزمت بالمواصفه صح بتاعت الريجنريشن. تمام كده. طيب لو انا هتكلم عن الريزن، السبيسيفيك جرافيتي بتاعته او الوزن النووي او الريلاتيف دينستي بتاعته ممكن تختلف لو هو في الهيدروجين فورم او في الكالسيوم فورم او في الصوديوم فورم. كل ما هيتغير الفورم بتاعه كل ما هتختلف السبيسيفيك جرافيتي بتاعته او الريلاتيف دينستي بتاعته. كده هنختم التجارب بتاعت الريزن. ادي الطريقه بتاعت الاي اس تي ام. على فكره الطريقه دي موجوده فري، ولكنها يعني موجوده بتاريخ تواريخ متاخره شويه، موجوده على النت فري لو حضرتك يهمك انك تقراها، وبتكتب تقرير عن الريزن بتاعك او عايز تفهم بعض المدلولات. انما في صعوبه شديده الحقيقه لو انت عايز تطبقها عشان تبقى راجل اناليست وتعمل معمل يقدر ان هو يحلل الريزن. على فكره معامل تحليل الريزن نادره جدا في الزوم بتاعنا، الزوم بتاع يعني العالم العربي او الشرق الاوسط يعني ولكنها موجوده الحمد لله، ولكنها نادره. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هتخليك في صعوبه شويه انك تقرا هي الخبره، يعني هي العمليه مش مجرد قرايه بس، لا عمليه خبره وتجربه، ولكن انت اذا بدات ممكن توصل، ولكن ستحتاج الى مساعده كثيره ان شاء الله باذن الله. يعني ده للي يحب يقرا، او لو حد هيحضر. يعني على فكره مجال الريزن مجال شيق جدا وواسع جدا للتحضير لو حد هيحضر دراسات عليا. طيب ازاي نشتري الريزن؟ اللي جاي بعد كده سهل ولكنه مهم جدا، ازاي نشتري الريزن؟ باقي نقطتين ان شاء الله باذن الله. معلش يعني ممكن ناخد منكم يعني دقائق زياده شويه، لان انا شايف الساعه بقت 12 الا 6 دقائق.
ازاي نشتري الريزن؟ اولا خلي بالك ان حضرتك لما بتشتري ريزن زي ما انت شفت كده، الريزن مواصفاته كتيره ومهمه، ومن من ضمنها بعض المواصفات يصعب ان انا اعرفها الا بالتجربه، مش بس بالتحليل، لا بالتجربه. ادخله خدمه، وخدمه شاقه، هيعيش معايا 5 سنين ولا 10 سنين، ولا هيعيش معايا 20 سنه و25 سنه. وبالتالي انا لازم لما اجي اشتري ريزن اشتريه من شركه معروفه، ما اشتريش ريزن مجهول. لازم لما اشتريه من شركه معروفه اكون مطمن ان الشركه دي سمعتها جيده، ليها معامل تحاليل، وبالتالي التكنيكال داتا شيت اللي انا هاخدها من الشركه دي مطابقه للريزن اللي انا هستلمه منها، ليها وحدة أبحاث كل شوية بتنزل لي أبحاث ومعلومات عن كيفية استعمال الريزن اللي هو اللي أنا اشتريته منها، ممكن من 5 سنين و10 سنين و15 سنة و20 سنة. الكلام ده مهم جدا بالنسبة لي. طبعا يعني أنا يعني اخترت عينات عشوائية من الشركات. خلي بالك هنا في الشيت دي لازم تفرق بين اسم الشركة المنتجة والتريد نيم بتاع الشركة دي. يعني مثلا شركة لينكس دي من الشركات الواقعية جدا، وهي شركة ألمانية، التريد نيم بتاعها اسمه لواتيت. دي شركة داو، وبعد كده يعني دخل بقى معاها شركات تانية يعني بالشراء أو بالتعاون أو ما إلى ذلك. في النهاية هي أنا عندي أمبر سيب، أمبر جيت، أمبر لايت، داوكس، دي كلها تريد نيم لنفس اللي الشركة دي. بس معلومة بتهمك وانت بتبحث. شركة ميتسوبيشي كيميكالز جروب دي بتطلع الريزن بتاعها داي ايون. شركة بيورايت من الشركات يعني اللي هي ليها توريدات كبيرة في مصر، الريزن بتاعها اسمه بنفس اسم الشركة، ولكن بعد كده بيحمل رمز مختلف، سي 100 وسي 100 بي واس، يعني ليها أرقام ومدلولات مختلفة. لانكس دي أحسب إن هي شركة تجارية، لأن هي ليها تكنيكال داتا شيت، وليها يعني بعض التوصيات القيمة جدا اللي هي بتنزلها بالاشتراك مع شركات إنتاج الريزن. دي نقطة مهمة، لو حضرتك هتشتغل في الريزن كتاجر تقدر تعرف سوق الريزن شكله ايه. دي نموذج واحد بس، دي بحث واحد فقط بهذا العنوان. الفترة اللي اتعمل فيها البحث من 2018 لحد 2025، يعني خلاص قرب ينتهي. ادي عنوان البحث. جايب جوه بقى احصائيات جميله جدا للريزن، استهلاكه قد ايه، الانواع اللي بتستهلك، الابلكيشنز اللي بيستعمل فيها، الاند يوز اذا كان بيستعمل في الباور ستيشن، في الكيميكال، كيميكال في البتروكيميكال، في الفود، في الفارماسيوتيكال، وهكذا. يعني الريجون اللي بيستعمله في طبعا تفاصيل كتيره. حضرتك لو يهمك الموضوع حاجه من الاثنين، لو يهمك ان انت تاخد اوت لاين متوفر على النت فري، لو يهمك ان انت تاخد ديتيلز هتشتري كتاب احدث شويه عشان تاخد منه هذه المعلومات. مثلا من ضمنها ادي عامل لك يعني احصائيات اللي اتباع من الريزن قد ايه على مستوى العالم سنه 2020 بالبليون دولار، يو اس دولار، وسنه 2025 المتوقع ان هو يكون 2.2 بليون دولار. كل دي معلومات تهمك لو حضرتك هتشتري. اشرنا من شويه ان حضرتك لما تيجي تشتري لازم تستلم التكنيكال داتا شيت اللي هتعرفك مواصفه الريزن، والماتيريال سيفتي داتا شيت اللي ليها فوائد كتيره جدا. لتنجات التبادل الأيوني مادة شديدة الحساسية، ولكنها تقوم بأعمال شاقة كما قلنا، وعشان تحافظ عليها لازم تلتزم بتعليمات الشركة. كيف ستلتزم بها إذا لم تحتفظ بها أو تقرأها؟
الراتنج يمكن أن يعيش معك 20 عام أو أكثر، كما يمكن أن تفقده في أيام قليلة، بشرط أن تلتزم بتعليمات الشركة في التشغيل. تلتزم الشركات المنتجة بإرفاق البيانات الفنية اللي هو التكنيكال داتا شيت، وبيانات السلام اللي هو ماتيريال سيفتي داتا شيت. هنشوف بعد شوية أهمية الماتيريال سيفتي داتا شيت. يجب قراءة هذه البيانات بدقة الاستفادة منها. السؤال لو في نقطة حضرتك قريتها وما فهمتهاش، عشان تقدر تخزن الريزم بطريقة صح، وده موجود في الاثنين، موجود في التكنيكال داتا شيت وموجود جزء منه في الماتيريال سيفتي داتا شيت، عشان تنشطه بطريقة صح في الاستعمال او في التنشيط، عشان تخلطه مع غيره باسلوب صحيح، عشان تعالج مشكلاته باسلوب دقيق. لازم تكون محتفظ بالحاجات دي. لو تفتكر احنا لما جينا اتكلمنا عن اختبارات الريزن، ادي النقطتين اللي معمولين بالازرق، نقطة قبل اتخاذ قرار الشراء وعند استلام الشحنة. ادينا بنشتري دلوقتي او بنستلم الشحنة في عملية الشراء. دي مواصفة رائعة جدا، هي مش لريزن ولكنها الحقيقة من اجود المواصفات اللي قابلتني في حياتي. جايبة اليونت بتاع البارامتر اللي انا بقيسه، وجايبة الفوليوم. القياس طلع شكله ايه؟ وجايبه التست ميثود اللي هو استعملها، ايه الستاندر ميثود اللي هو استعمله عشان يقيس هذه التجربه. وبالتالي هو ريحك من كل حاجه، اداك كل ما يمكن ان تحتاجه. طبعا دي خاصه باكتيفيتد كاربون، ولكن اتمنى ان ارى كل مواصفات الريزن بهذه الصوره. ليه اتمنى؟ لان للاسف بعض مواصفات الريزن قابلتني مش ملتزمة بكل هذه التعليمات. أدي مواصفة افتراضية للريزن، أنا يهمني فيها نقطة واحدة بس، حضرتك معاك وقت تقرأ، لأن إن شاء الله هنديكم البي دي إف بتاع العرض إن شاء الله بعد ما نخلص ونراجعه. أدي اللوت نمبر، وبالتالي أنت محتاج المواصفة بتاعت اللوت نمبر اللي جالك، بتاعت الريزن اللي عندك، اللي دخل عندك المخزن. تمام كده؟ بقية المواصفات ما تهمنيش، وان كان هي مواصفه جيده الحقيقه. ادي مواصفه اخرى لبعض الشركات. جايب لك باكثر من وحده، ولازم ابص بقى حضرتك العنوان مواصفه الريزن. مواصفة الريزن يجب أن تذكر القيمة، الوحدات اللي أنت بتقيس بيها، الطريقة المرجعية لكل قياس مع مراعاة. لازم يكتب لي الأيونيك فورم اللي هو عمل عنده الاختبار، وده مش كل الشركات بتكتبها للأسف. لازم يكتب لي البارامتر اللي هو عمل بناء عليه الاختبار، إذا كانوا في الدراي فورم ولا في الويت فورم. وإن كان أكتر الشغل بتاع المواصفات لازم يتم على الويت فورم. وهنا كمان مش بس اداك التكنيكال، المواصفات التكنيكال، لا ده كمان هنا ده اداك مواصفات التشغيل، المواصفات المثاليه للتشغيل. انا لما هاجي اعمل اوبريتنج، الاوبريتنج تمبريتشر ده احنا بنشتغل هنا، المواصفه اللي معانا دي بتاعت سترونج ديز زي ما احنا شايفين في العنوان بتاعها. لما هاجي اشتغل، هشتغل في الاو اتش فورم ولا في الكولرايت فورم؟ وبالتالي اذا كنت هشتغل عند الاو اتش فورم مش هقدر ازود عند 60 درجه مئويه. شفت اهميه التكنيكال داتا شيت؟ لو انا هشتغل عند الكولرايت فورم ممكن اشتغل لحد 100 درجه مئويه. طب ده يهم في ايه؟ لو انا بستعمل الكاتايون ده في بوليشر، يعني داخل عليه ميه خارجه من كوندنسر، هستعمل هيبقى داخل عليه درجات حراره عاليه شويه. طب ايه تاني ممكن يسبب له درجات الحراره؟ لو انا في بلاد حاره والسورس بتاع الميه اللي داخل لي ميه سخنه. طيب الميه السخنه مطلوبه بتعمل يعني تسريع للتفاعل، انما لو زادت عن الحد هتعمل هيت ستريس على الريزن، ودي حاجه
انا مش عايزها. ايه تاني ممكن يسبب لي سخونيه؟ ممكن مواد التنشيط، حراره التخفيف بتاعه الاسيد او بتاعه البيز تعمل عندي حراره عاليه تضر الريزم. بيديك الفلوريت بتاع الباك ووش، اجيب بتاع الباك ووش بتاعت الكو كارنت، الفلويد بتاع الفاست ريزن، كل دي مواصفات انت بتستلمها من الشركه. اوعى تشتغل على ريزن من غير ما يكون معاك التكنيكال داتا شيت بيديك المواد اللي انت تعمل بيها ريجنريشن. نوعها ايه؟ ادي هنا بيقول لك اعمل ريجنريشن بصوديوم هيدروكسيد تركيزه من 2 ل 5%. طب ايه يعني لو انا عملت تركيز ب 1%؟ هيعمل عندي مشكله، مش هعمل ريجنريشن صح، هيقلل عندي زمن الدوره. طب ايه المشكله لو انا زودت؟ هعمل ستريس، هعمل كيميكال ستريس على حبيبه الريزن، وهعمل ستريس على السيستم نفسه والمواصفات بتاعته اذا كان لا يتحمل ريجينرانت اكتر من تركيز 5%. ادي رسومات هندسيه. الرسمه اللي على اليسار جايبه البيد اكسبانشن، لما بعمل باك ووش هو بيتمدد بمقدار قد ايه؟ يعني تقريبا ممكن يتمدد بمقدار 50%. لو انا زودت عن كده هيهرب مني الريزن. الثاني جايب الفلو بتاع الريزن، يعني الريزن تاثيره قد ايه على الدلتا بي. هنا تاثير الريزن على الدلتا بي، الفلو اللي داخل واللي خارج وفرق الضغوط. طبعا ده بيفرق مع درجات الحراره. خلي بالك برضو ان التكنيكال داتا شيت فيها معلومات عن الريزن ده بيستعمل في ايه. هل هو اندستريال روز، اندستريال يوز، ولا ممكن استعمله في الفود او استعمله في الاستعمالات الادويه والاستعمالات الطبيه. دي مواصفه قديمه شويه الحقيقه، فيها تفاصيل مش موجوده في المواصفات الجديده، او مش موجوده في كثير من المواصفات الجديده. لو حضرتك مثلا تلاحظ هنا ان هو مدي لك النتيجه في اكثر من فورم، ادي النتيجه في الصوديوم فورم، وادي النتيجه في الهيدروجين فورم. ده طبعا بتاع سترونج كاتايون موجود عندي، وادي كل النتائج في الفورم بتاع الهيدروجين، وادي كل النتائج في الفورم بتاع الصوديوم. لو لاحظنا طبعا هتلاقي في فروق في كثير من النتائج. هنا برضو لازم يديك الوحدات، يعني زي ما انت شايف كده التوتال اكستشينج كاباسيتي، دي اكتر نقطه الناس بتبص عليها. ادي شركه ثانيه مديها لك فوليومتريك ومديها لك بير ويت، يعني بير فوليوم وبير ويت، ومديها لك في اكتر من صيغه، في الملي ايكويفالنت بير ملي، ولا في الكيلو جرام بير كيوبيك فيت، وهكذا. ومديها لك باكثر من يعني نتيجه، في مديها لك في صوره الكالسيوم كربونيت. طبعا هتفرق هنا عندك التوتال اكستشينج كاباسيتي. يمكن بعض الناس عمره ما سمع ان هي ممكن تعدي ال 30 وتعدي ال 40، بتوصل ل 44 و45. هنا مديها لك بالويت، بالوزن، هنا بير جرام، الملي ايكويفالنت هنا بير ملي، هنا الملي ايكويفالنت بير جرام. طبعا عندي ملاحظات تانية مهمة، مواصفة الريزن لابد ان هي تذكر ملاحظات. هنا الملاحظة جدا اللي تهمني، لو انا عندي ريزن ميكسد بيت، عايز ادخله ميكسد بيت، الريزن ده اهو امبر جيت 1300 اتش، احط معاه ريزن ايه؟ انايون. هو هنا بيقول لك في التكنيكال داتا شيت ان ده ما ينفعش تخلط معاه غير النوعين دول. يبقى في مركز ابحاث اشتغل طلع لك تكنيكال داتا شيت اداك معلومات مهمه جدا، انت لو اهملتها هتتعب عشان تحصل عليها.
باقي عندنا يعني نقاط بسيطة لكنها زي ما قلنا مهمة. تخزين الريزن عند دخول المبادلات الأيونية في الخدمة ممكن تعيش لفترة طويلة ما دمت تحافظ عليها، لكن لو انت مخزنها لازم تلتزم بفترة التخزين، وإلا هيحصل فيها ديجراديشن. الديجراديشن ده ممكن يقلل عدد المجموعات الفعالة المحملة عليها، أو ممكن يكون ديجراديشن للباك بون بتاعها يأثر على الكوبوليمر الماتريكس بتاعها، وبالتالي لابد ان انت تلتزم بوقت التخزين وشروط التخزين، درجة الحرارة والرطوبة وما إلى ذلك. تشير أغلب الشركات المنتجة إلى فترات وشروط التخزين ومدة الصلاحية، والكلام ده ما كانش مش هتلاقيه في المواصفات القديمة شوية. لو أنت عندك ريزم قديم مش هتلاقي الريزم بدأت من عدة سنوات قليلة. الشركات تهتم تنزل تاريخ الصلاحية لما بدأ تظهر مشاكل في الريزن اللي متخزن، رغم ان هو كان كويس جدا. عمر تخزين الريزن بيتراوح من 6 شهور لحد 8 سنوات على حسب نوع الريزن، الكاتاين او الاناين اللي متحمل عليه اللي هي مجموعات الفعاله، الاستعمال اللي انا هستعمله فيه، لو هستعمله في الاغذيه غير لما اكون هستعمله في الدوميستيك. مرور أقصى فترة زمنية لا يعني إن الريزن يترمي، ما تتصدعش ترميه، ولكن يعني إن أنت لازم تاخد احتياطات من ضمنها إن أنت تقيس التوتال أورجانيك كربون اللي ناتج بعد ما دخلت الريزن في الخدمة، أو قبل ما تدخله في الخدمة تجيب بعض الريزن وتعمل عليه اختبار تقيس التوتال اورجانيك كربون اللي طالع منه عشان تطمن ان هو ما حصلش فيه ديجراديشن، وتطمن ان انت لو عملت عليه رنز بالميه هتتخلص من الاورجانيك كربون، مش هيبقى تحلل ويطلع لك كل شويه اورجانيك كربون يعمل لك مشاكل جوه الوحده او مشاكل في الريزن المنتج. لابد من مراعاه التناسب بين الكميات المبادلات الايونيه المطلوبه وفترات التخزين الموصى بها ومعدل الاحتياج والاستهلاك، عشان ما تفاجئش ان انت مخزن عندك كميات كبيره من الريزن وبتتلف قبل ما تستعملها. لما تحط مواصفه الشراء يا ريت حضرتك تحط المواصفه الصوديوم الكاتيون تطلبه في الصوديوم فورم، هيعيش معاك وقت اطول زي ما هنشوف، والانيون في الكلورايد فورم هيعيش معاك وقت اطول زي ما هنشوف. ضروره التاكيد على ان من صلاحيه المبادلات الايونيه الموجوده في المخازن، لازم نشوف عليها الفتره المسموحه للتخزين، وتخلي بالك ان الفتره دي بشروط التخزين. من ضمن شروط التخزين المهمه جدا الكيسنج اللي موجود جواه الريزن، لو اتفتح كده خلاص الريزن هينتهي منك لو انت ما حطيتوش في محلول ميه بملح 10%، وده طبعا على حسب توصيات بعض الشركات. دي توصيات يعني لشركات منتجه. ادي شركه فوق عامله لك من 5 سنين لحد و3 سنين، وفي بعض الانواع عامله فيه سنه، و ادي سنه اهو، وادي 3 سنين، وادي 5 سنين، وادي 8 سنين، كله على حسب نوع الريزن والاستعمال. شركة تانية بتقول لك خلي بالك، دي من ضمن التعليمات المهمة، اختبر الريزن قبل ما تستعمله. خلي بالك لو الحرارة عليت عندك عن 30 درجة ممكن يحصل عندك لوس في الكباستي. تمام؟ برضو من ضمن المعلومات اللي موجودة في الماتيريال سيفتي، في التكنيكال ماتيريال سيفتي داتا شيت، مش في التكنيكال سيفتي داتا شيت، معلومات عن الاستورج. اما اجي اعمل استورج احطه في مخازن كومباتبل مع ايه ونون كومباتبل مع ايه، عشان انا حطيت معاه مواد هايلي اوكسيدايزنج زي النيتريك اسيد هيتلف من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ممكن الموضوع يوصل لبعض الحرائق والانفجارات. ادي شركه موجود في المراجع ان شاء الله، التفصيل بتاع
المعلومات الفنية اللي شركة بيوروبايت منزلاها، ودي يمكن من أحدث المعلومات، هي تاريخ إصدارها سنة 2023. تجيبها منين؟ تجيبها من الشركة المصنعة للريزن اللي عندك عشان تبقى عارف أنت بتتعامل مع إيه. ما لقيتش، هتعمل سيرش على النت، ما عرفتش توصل، هتشوف أقرب شركة لمواصفات المنتج اللي أنت شغال عليه. أنا أوعدكم إن شاء الله إن إحنا ما نزودش عن 10 دقايق، ولكن لأهمية المعلومات اللي جاية إن شاء الله 10 دقايق وننتهي. أنا أشكر جدا الناس اللي متحملة ومستمرة معانا. آدي شركة تانية منزلة لك الوقت التخزين اللي مسموح بيه على حسب نوع الاستعمال، قدامك وقت تقرأ التفاصيل، ونوع الريزن. طبعا الريزن المستعمل ده موضوع تاني خالص. الريزن المستعمل يجب أن يكون في محلول، يعني لو عايز تخزنه هتخزنه في محلول 10% مع مراعاة تزويد الماء كل فترة لتعويض المتبخر، مع العلم بأن تعرض الريزن المستعمل للجفاف يمكن أن يؤدي إلى تلف، كما أن تخزين الريزن وحفظه في مياه عادية يؤدي إلى نمو الكائنات الحية الدقيقة. هبص ألاقي التوتال أورجانيك كربون عالي عندي، وبدأ يحصل له تسمم عضوي. في حالة تخزين الريزن في وعاء التشغيل لابد أن نعمل ريسايكل، اعمل ريسايكل، اعمل تدوير للميه على الاقل لميه كل مره كل اسبوع او حسب توصيات الشركه المنتجه للريزن. واطمن لو انا هدخل معاه محلول ملح، اطمن ان انا ينفع اخزن محلول ملح في الفيسل بتاعي، ان الخطوط الانتاج والمحابس والنوزلز اللي موجوده عندي تتحمل هذا. الأفضل أن تحافظ على بيانات الريزن الموجودة لديك، فتعرف الموديل جيدا، تحفظ البيانات الفنية، تتابع الإصدارات الفنية للشركات المنتجة. الشركات بتحدث، أنا شخصيا قريت تكنيكال، تعليمات تكنيكال لشركة من الشركات سنة 2021، لقيتها عاملة تعديلات قيمة جدا عليها سنة 2023. ادي تعليمات التخزين، دي هتلاقيها في السيفتي داتا شيت. ادي السيفتي داتا شيت اهو، حاطط التعليمات التخزين. ادي شركة تانية في السيفتي داتا شيت حاطه تعليمات تخلص من الريزن. هنا بقى هنتكلم عن نقطة تانية خالص في السيفتي داتا شيت، من ضمن الحاجات القريبة اللي هلاقيها فيها الديسبوزال للايون اكستشينج ريزن اللي عندي. يعني هو الايون اكستشينج ريزن لو جديد، لو مش محمل بماده خطره، ممكن يتحمل، يعني ممكن ان انا اتخلص معاه كماده سوليد زي الورق زي الخشب، مفيش مشكله ومفيش خطوره منه. انما خلي بالك بقى من التعليمات دي، التخلص من النتيجه يتم بما يتوافق مع القوانين المحليه لكل مكان. وبالتالي لو حضرتك في مصر غير السعودية غير الكويت غير الجزائر غير ليبيا، يجب إعطاء معلومات كافية للجهة المسؤولة عن التخلص. مش بس هجيب شركة أقوم أطلع الريزن من الوحدة، لا، استنى، اسأل الأول الشركة وتعاقد معاها، اديها معلومات كافية. الريزن ده عندك كتاين ولا اناين ويك ولا سترونج؟ التطبيق اللي أنا استخدمته فيه عشان يقدر يعرف هو يعني ممكن يكون ملوث بايه، الايونيك فورم اللي انا هديهوله شكله ايه. قبل ما افرغ الريزن من حاويات التشغيل، لازم اراجع الجهه المسؤوله عن التخلص اللي هي الشركه بتاعه الديسبوزال، وغالبا ما تطلب الشركه تنشيطه وتحميل الريزن الكاتايون بالصوديوم والريزن الانايون بالكلورايد. لابد من مراجعه بيانات السلامه الخاصه بالريتنج للتحقق ما اذا كان يتطلب اي اعتبارات خاصه في حاله التخلص. تعتبر الريتنجات المستهلكه نفايات صلبه، وعاده ما يتم دفنها في مدافن النفايات او حرقها بعرفه الشركه، ولكن اذا احتوت هذه النفايات على مواد خطره، مواد مشعه او معادن ثقيله، هتحتاج الى انواع معالجه خاصه. عشان كده بقول لك لازم تسال الشركه اول، والافضل ان انت تورد الريزن اللي عندك في صوره الصوديوم فورم
اذا كان كاتايون والكلورايد فورم اذا كان انايون، يفضل تصنيف اكبر قدر ممكن، يعني اجففه، ولو قدرت ان انا اعمل له كابس عشان انا لما اجي اتخلص منه للشركه ما يبقاش حجمه كبير او وزنه عالي. اخر حاجه خلاص ان شاء الله بقينا 5 دقائق، علامات تدل على وجود مشكله في الريزن، نوعيه الميه الناتجه سيئه. طيب ممكن يكون المشكله ان الريزن، ممكن يكون في مشكله ثانيه في التشغيل، ممكن يكون الريزن هرب مني يبقى انا بعمل باك ووش بسرعه عاليه. ممكن يكون الريزن حصل له كراكنج، يعني مش شرط يكون الايون اكس تشينج كباستي بتاعته قلت. ممكن يكون الريزن قديم. في احتمالات كثيره، يعني ضعف كفاءه التشغيل، بدل ما كان بيشتغل معايا 12 ساعه بقى بيشتغل معايا 8 او 4 ساعات وبحتاج ان انا يعني انشط. الحاجه الى الشط في الفترات طويله، بدل ما كنت بشطف بطن او طن ونص بقيت بشطف 4 طن و6 طن، والناس اشتكت من هذه المشكله وبيستهلكوا ميه كثيره جدا في الشطف. زياده الدلتا بي، يبقى كل دي علامات بتقول لك ان في مشكله. ادي اهم المشكلات حضرتك ممكن تقراها: تسمم الريزن، تلف الريزن بسبب تعرض لمواد كيماويه، ترسب مواد صلبه على الريزن، دي حاجه جديده نازله جديده في بعض الابحاث الجديده، لو انا دخلت ميه فيها تربيديتي عاليه هيحصل سلادج على الريزن يعمل فيه نوع من التسمم اللي هو اسمه تي اس اس فاولينج، يعني زي التي اس اس بس يعني هيتسبب فيه فاولينج، اللي هو المواد العالقه هتعمل فاولينج. التلف بسبب التعرض للمواد الكيماويه المؤكسده، الصدمه الاسموزيه، التلف بسبب التعرض لمواد غير مناسبه من ناحيه الحراره، بسبب تعرض ظروف غير مناسبه للحراره، ظروف غير مناسبه للضغط، لو عرضت الريزن لضغط كبير هيحصل عليه صدمه، ولكن صدمه شوك، صدمه نتيجه اختلاف الضغوط. طبعا ممكن يحصل فولنج نتيجه الكم البيولوجي، التسمم البيولوجي اللي موجود، وده غالبا بيحصل في الريزن الانايون، ولكن ممكن يحصل ريزن من مواد الكواجولانت اللي انا مستعملها، ممكن هي نفسها كمواد عضويه تعمل تسمم للريزن بتاعي. طبعا ادي اشكال الريزن المتسمم بيولوجي او مترسب عليه، حصل عليه ترسبات كلسيه او حصل عنده صدمه اسموزيه زي الصوره اللي هنا دي، او حصل عنده تلوث عضوي زي الصوره دي او الصوره دي. طبعا اهم الاسباب المحتمله: التغير في مواصفات الميه، اخطاء في عمليه التشغيل، عطل في المعدات الهندسيه، هروب الراتنج. مش شرط يكون الراتنج عنده مشكله، ممكن يكون عندك مشكله في السيستم، ممكن يكون عندك الريزن هرب منك. توصيات عامه لتجنب المشكلات: تلتزم بتوصيات الشركه سواء في التشغيل او في العلاج. يمكن، خلاص ده السلايد اللي قبل الاخير، يمكن علاج التلوث العضوي في الانايون باستخدام محلول ملحي 10% يحتوي على 2% صودا كاويه، ده كلام عام جدا جدا جدا، انما حضرتك لازم ترجع للشركه المنتجه للريزن بتاعك وتقرا في حاله التلوث العضوي تعمل ايه، وبرضه ترجع للسيستم بتاعك عشان ممكن يكون الريزن يتحمل ولكن السيستم بتاعك لا يتحمل. طيب البلوك الثاني اللي تحت، لو انا هتكلم بقى على الكاتايون الملوث بالحديد، ممكن استخدم حمض هيدروكلوريك او حمض ستريك للتخلص من الحديد، وكمان الانايون الملوث بالايرن كومبلكس ممكن يبقى فيه برضه تلوث بالحديد، ممكن اعالجه بنفس المادتين، ودي حاجه من الحاجات الحديثه اللي نشرها احدى الشركات، ولكن في تفاصيل قبل واثناء وبعد العلاج لازم حضرتك تكون دارسها كويس وتطبقها بدقه عشان العلاج ما يسببش عندك مشكله.
ادي فيديو من اللي احنا وعدنا بيه، هوريك قد ايه الريزن تأصل وحصل له اوكسيديشن. شوف الفرايبل اللي طالع بعد ما تمت معالجه الريزن وتجهيزه، شوف كم الفرايبل الفراجمنت اللي طالعه منه. شايف؟ بنشكر حقيقه الزملاء اللي قاموا بهذا الجهد الجميل، سواء في يعني الاعداد والتصوير. اخر فيلم هنعرضه، ادي لاتنج حصل له اوكسيديشن وحصل له تصدع من الاكسديشن، شرب ميه كتيره. دي لو حد يعني عنده خبره هيكتشف من الصوره. شوف لما الميه هتنزل عليه هيحصل له ايه. شايف الفراجمنت اللي بدأت تطلع؟ شايف الفراجمنت اللي بدأت تطلع من الريزن؟ بان قد ايه، وبان قد ايه هو شارب ميه. الريزن ده يعني ممكن الميه اللي شاربها تعدي 80%. دي مواصفة أمريكية بتبين المشاكل اللي بتحصل، تقدر تكتشفها إزاي والرينج بتاعها قد إيه وإيه الاحتمالات لو أنت حضرتك عايز تعالج. آخر سلايد، وأشكر جدا كل الزملاء الأفاضل اللي تحملوا معانا هذا الوقت، وأشكر يعني كل الزملاء اللي هيسمعوا التسجيل ده إن شاء الله بإذن الله لما ينزل على اليوتيوب. أرجو من حضراتكم تتكرموا بإبداء أي ملاحظات لو صدرت أخطاء حضرتك شايفها موجودة في السلايدز اللي اتعرضت، أو يعني سهو مني أثناء الكلام الشرح عشان نقدر إن إحنا نصلحها قبل ما ننزل لحضراتكم السلايدز دي في PDF تقدروا تستفيدوا منه بصورة أكتر، كل واحد على حسب تخصصه. ده آخر حاجة جميلة جدا نختم بيها، ده إصدار كبير جدا طويل يعني حوالي أكثر من 20 صفحة لشركة بيورولايت حديث سنة 2023. شوف جايب عدة نقاط مهمة جدا، آدي الديس انفكشن تريتمنت، إزاي إن أنا أعالج أعمل تطهير وتعقيم للريزن اللي عندي والوحدة اللي فيها الريزن. الطريقة الثانية لو عندي ايرن او مغنيسيوم فولينج. الطريقة الثالثة، كل دي فيها تفاصيل كتيرة وجميلة جدا، يعني لابد من تيم وورك. زميلنا الفني الواقف شغال وايده في الشغلانة، زميلنا المهندس اللي هو متابع التصميم وعارف الفلو، زميلنا الكيميائي اللي هو مركز في الريزن. ها هنا بيديك التريتمنت اوف اورجانيك فاولينج، هنا اخر حاجه التريتمنت اوف اويل فاولينج. كل دي تفاصيل جميله وكتيره لو حضرتك متخصص وقريتها، طبعا ما حبيتش اتكلم عليها لان زي ما قلنا كل ريزن بيختلف عن التاني وكل شركه بتختلف عن التاني، وانت لما بتعمل عمليه تشخيص واصلاح بتعملها على مسؤوليه الشركه المورده، عشان كده لابد ان تتعامل مع شركه لها اسم ولها معمل ابحاث جيد ولها مركز ابحاث جيد. دي المراجع يعني اتشرف ان حضراتكم ترجعوا ليها. اشكر جدا هذا الرجل المحترم، له اصدارات رائعه. ميزتها عن يعني كل الحاجات اللي حضرتك هتقراها ان هي مبسطه جدا وشرحها بسهوله جدا وباربع لغات، ويمكن ترجمتها اونلاين يعني عن طريق جوجل ترانسليت، وبسهوله جدا هتقرا كل المعلومات اللي فيها وهتاخد بالك من بعض الحاجات، الفرق بين الترجمه العلميه والترجمه الادبيه بتاعت جوجل. الحمد لله على فضله ونعمته وكرمه على اتمام هذا العمل. انا سعيد جدا والله بلقاء حضراتكم، خالص الشكر لكل الزملاء الافاضل اللي ساعدوني في اعداد هذا الملف، خالص الشكر لمنتدى خبراء تكنولوجيا المياه، خالص الشكر لفريق العمل اللي تعب معايا جدا الحقيقه في يعني اخراج هذا العمل بهذه الصوره الجميله، خالص الشكر للبشمهندسه
إسراء والبشمهندسة اللي قدمت، يمكن البشمهندسة إسراء أنا فاكر اسمها، لأن الحقيقة هي متواصلة معايا من 3 شهور، يعني دائما توجيهات فنية ومتابعة، وهتعرض الشغل اللي تم وأنا راجع وأديها، جزاه الله خيرا. أشكر جدا البشمهندس الفاضل الكريم صاحب فكرة هذا المنتدى الرائع اللي احنا فعلا كنا في حاجة إليه عشان نتبادل المعلومات ونتعلم، والله كلنا نتعلم من بعضينا، والله إذا كوننا فريق عمل في حب وفي ود هتاخد خبرات كبيرة جدا من الفني، هتاخد خبرات كبيرة جدا من المهندس، هتاخد خبرات كبيرة جدا من الكيميائي. التيم وورك محتاج الثلاثة دول، لو اشتغلوا مع بعض بحب هنقدر نعمل في كل شركة معمل يحلل الريزن، مركز أبحاث يطور شغلنا ويحسنه، إن شاء الله في القريب العاجل نصل إلى مستوى إن إحنا نقدر نستورد خط إنتاج الأول، وبعد كده إن إحنا ننفذ خط إنتاج للريزن وننافس الشركات العالمية. القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا مش أقل من القدرات اللي موجودة عند الياباني والإنجليزي والهندي والأمريكي والروسي والألماني، كل الجنسيات ربنا وزع عليها الذكاء. إن شاء الله نتمنى أن نرى يعني مستقبلنا أفضل ونتطور في الصناعة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر حضرتك دكتور محمد حسن، حقيقي تشرفنا بوجود حضرتك معانا النهاردة. الويبينار كان مليء بالمعلومات القيمة، وحقيقي النهاردة الويبينار كان بمثابة مرجع علمي في رتنجات التبادل الأيوني. وبنشكر كل الزملاء الحضور على الاستماع، متمنين لكم الحصول على أقصى استفادة، وبشكر فريق الإعداد والتنظيم على المجهود الكبير عشان يخرج لنا العمل بهذا الشكل المنظم. وأخيرا بجدد الشكر للبشمهندس محمد خليفة، مؤسس منتدى وأكاديمية خبراء تكنولوجيا المياه، وكذلك مؤسس منصة أكوا إنرجي إكسبو، الجهة المنظمة للويبينار. كنت مع حضراتكم مهندسة هبة سيد، متمنيين من الله تعالى أن نلقاكم على خير في الويبينارز القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكرك يا باشمهندس هيبة. آسف والله إن أنا نسيت اسم حضرتك، يعني حضرتك أول مرة تتواصلي معايا النهاردة يعني. ولا يهم حضرتك يا باشمهندس، على عيني يا دكتور والله. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. وشكرنا للباشمهندسة هيبة، الحقيقة هي تعبت معايا جدا في التعديلات كتيرة جدا يعني كتر خيرها، وهي ما شاء الله عليها صبورة ودقيقة في العمل، ربنا يبارك فيها. وأنا هتواصل مع الباشمهندس محمد خليفة أشكره على هذا العمل الرائع القيم والفرصة الجميلة اللي انتوا أتحتوها لنا، جزاكم الله خيرا. اللهم امين يا رب يا باشمهندس، جزاك الله عنا وعن كل خير يا رب. يا ريت حضرتك بس تبعتوا لي ان شاء الله على الواتس الرابط بتاع اليوتيوب لما ينزل ان شاء الله، وانا مش عارف انا هقدر اتابع او اسمع المحاضرة تاني ولا لا. المفروض ان انا كده كنت معاكم اونلاين، المفروض ان انا ان هي موجودة هتبقى عندي على الفيس يعني. تمام بإذن الله يا دكتور. إن شاء الله أول ما هنرفعها على اليوتيوب هبعت لحضرتك اللينك على طول. تمام، انا ان شاء الله بس هعمل مراجعه وهبعت لحضرتك الباوربوينت اللي اتعرض في صوره PDF ان شاء الله باذن الله. تمام بإذن الله يا دكتور، تشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا. اسف جدا ان انا سهرتكم، يعني خدنا نص ساعه من وقتكم زياده، سامحوني والله.